السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زميلكم ادهم رفاعي من تيم ار كورس. ان شاء الله يعني معانا النهارده محاضرة 5 فارما، وهي المحاضرة الأخيرة ليا ان شاء الله. يعني هيبقى فاضل بس بعدها محاضرتين، وهما المحاضرتين بعنوان واحد وموضوع واحد يعني، فان شاء الله يكونوا سهلين. هيبقى محاضرتين على النون ستيرويدال انتي افلامت دراجز، يعني هنجيب سيرتهم دلوقتي نتكلم عنهم، يعني هنجيب سيرتهم واحنا بنتكلم، وان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل بقى فين في المحاضره الجايه يعني. طيب عندنا المحاضره بتاعتنا عنوانها ايه؟ عنوانها الاوبيويدز. ايه هي الاوبيويدز؟ الاوبيويدز دي اللي هي المخدرات، ممكن نحطها كده بالعربي كالمخدرات. حلو. طيب الاوبيويدز دي اللي هي اقوى مسكنات عرفها التاريخ، اقوى مسكنات اكتشفوها او اخترعوها في التاريخ. هي كلمه اوبيويدز دي اصلا جايه مستخلصه من اسم النبته اللي صنعوا منها الاوبيتس دي، يعني هي اصلا كانت في نبته. حلو. النبته دي استخلصوا منها مواد، ماشي، مواد طبيعيه، ماشي، في التركيب. المواد الطبيعيه دي بقى لقوا ان ليها افكت انالجيسك، مسكنات، وليها افكتات تانية كتير هنتكلم عنها. المهم فاما عملوا كده بقى خدوا اسم المواد دي اللي هي الاوبيويدز دي، استخلصوه من اسم النبته. انا مش فاكر بصراحه اسم النبته بالظبط، ولكن هو كان ايه على وزن اوبيويدز كده يعني. ماشي. طب انت علشان تتكلم عن الاوبيويدز لازم تعرف الاول زي ما اتعودنا ان بنفرق ما بين كام مصطلح كده. اول مصطلح قاله هو الاوبيتس. الاوبيتس دي ماشي هي الناتشر، المواد اللي جايه من الطبيعه، ماشي، جايه فروم ناتشر، من الطبيعه. حلو. زي مين؟ زي المورفين، كلنا عارفينه، زي الكودين. المادتين دول، المورفين والكودين دول، استخلصناهم من النبته، يعني دول اول مادتين عرفناهم واستخلصناهم من النبته. حلو. بس الفرق بقى ما بين المورفين والكوداين في الاكشن بقى، ماشي، هما الاثنين طالعين من نفس النبته، ولكن في فرق بسيط ما بينهم في الاكشن. حلو. طيب دي الاوبيتس، لما احط تي كده، الاوبيتس هي دي المواد اللي مستخلصه من النبته على طول، اللي جايه مستخلصينها من الطبيعه. زي مين؟ زي المورفين. وبالمناسبه المورفين ده سترونج في الاكشن بتاعه، يعني هو انالجيسيك قوي، انما الكوداين اقل شويه من الاكشن بتاع المورفين، تقريبا 10% من الاكشن بتاع المورفين في حته المسكن يعني، فهو بنقول عليه مودريت في التصنيفه بتاعته. وفي تصنيفه ويك، بس الدكتور مش عايزنا نعرفها يعني. حلو. في برضه ماده تانية بنستخلصها من النبات برضه من نفس النبته، اسمها بابا فيرين. الماده اسمها بابا فيرين دي بنستخدمها اكتر كسبازموليتك، استخدمها كسبازموليتك، يعني للناس بقى اللي عندهم مغص والكلام ده بيندوها بابا فيرين. وخد بالك البابا فيرين دي مشهوره جدا، حقن كده في الاستقبال، اي حد دخل بمغص وبتاع بيدوله ايه؟ بيدوله بابا فيرين دي. تمام. طيب حد دلوقتي هيلاحظ ان انا كاتب جنب المورفين والكوداين ان هما سبازموجينيك، ان هما سبازموجينيك. تمام. يقول لي بقى، انا هزنقك في سؤال، اقول له ايه؟ يقول لي انت بتقول ان المورفين والكوداين والبابافرين مستخلصين من نفس النبته، صح كده؟ في ايه بقى بتقول لي ان المورفين والكوداين بيعملوا سبازموجينيك او بيعملوا سبازم في السموز ماسلز يعني في الامعاء وكده، وان البابافرين ده سبازموليتيك وبتستخدمه في الناس اللي عندهم مغص؟ هقول لك الفكرة ترجع للتركيب الكيميائي بتاع كل واحدة فيهم. التركيب الكيميائي بتاع المورفين غير التركيب الكيميائي بتاع البابافيرين. المورفين فيه حلقة بنزين كده وحاجات تانية، ماشي، ده اللي مخليه انه بيشتغل كسبازموجينيك. انما البابافيرين تركيب مختلف تماما، فبيشتغل كسبازموليتك. تمام. فبيشتغل كسبازموليتك. حلو. طيب نرجع بقى نتكلم عن باقي المصطلحات. ده المصطلح الاول هو الاوبيتس. تاني مصطلح اللي هو الاوبيو بيبتايدز. تاني مصطلح اللي هو الاوبيو بيبتايدز، هي برضو جايه من اوبيويد اهي، اوبيو بيبتايد. بس في بيبتايد انت عارف يعني معناها بتشير الى البروتين او الحاجه الطبيعيه اللي موجوده في الجسم. بس اثبت على دي، هي فعلا الحاجه الطبيعيه الموجوده في الجسم. احنا جوه جسمنا في اوبيويدز طبيعيه ربنا خلقها جوه جسمنا، ماشي، ما اماكن معينه في المخ بتفرزها وبتطلعها علشان تسكن لك الالم طبيعي من غير اي حاجه خارجيه. تمام. طيب الاوبيو بيبتايدز اللي هي موجوده في الجسم بقى، احنا اتفقنا ان هي موجوده، دي ناتشرال امبرين، موجوده طبيعيه في المخ. حلو. زي مين؟ حاجات انت سمعت عنها في البين بتاع الفسيولوجي، الاندورفين والانكفالين. لو تفتكر كده محاضره الفسيولوجي بتاعه البين كنترول، كنا بنتكلم ان في سباينال بين كنترول وفي سوبرا سباينال. سوبرا سباينال اللي كان جاي من المخ، لو رجعت كده بالذاكره شويه، سوبرا سباينال اللي كان جاي من المخ كده كان نيوكلاس بتسلم نيوكلاس، فكانت النيوكلاس الاولانيه تحفز النيوكلاس الثانيه عن طريق الاندورفين والانكفالين دول. تمام. وفي الاخر كانوا يطلعوا لك سيروتونين ويعملوا انهبيشن للايه، للبين باسوي، فده كان طريقه ان هي بتسكن الالم.
فانت دلوقتي اللي انا عايزك تعرفه ان الاندورفين والانكفالين دول اصلا اوبيوبيبتايدز، يعني موجودين طبيعي في الجسم. حلو تمام. يجي مصطلح كمان اسمه ناركوتيك. ناركوتيك ده بيستخدموه على مدى واسع قوي، ان هو يعني يشمل كل انواع المخدرات بكل الميكانيزمات بتاعتها. حلو. فاكتر ناس بيستخدموا كلمه الناركوتكس دول هم الناس المحاميين والناس القضاه والقضاء والكلام ده، ماشي، والدستور وكده. طبعا في الاجانب يعني بيستخدموا كلمه ناركوتكس. حلو. ما يعرفوش هم ابيويدز او عندهم بقى يعني هم بيتكلموا في العامه يعني، فبيستخدموا ناركوتكس. انت طبعا دكتور ما ينفعش تستخدم ناركوتكس دي. ناركوتكس دي تشمل كل حاجه. انت طبعا دلوقتي انت فاهم كل حاجه مختلفه عن اختها، ماشي، فانت بنستخدم اوبيويدز، انما ناركوتكس دي ده انت كده جبت كل انواع الادويه مع بعضها. حلو. المهم يعني فرقنا كده ما بين الاسامي. طيب تيجي بقى الاسم الاخير وهو اهم اسم معانا، الاوبيويدز. الاوبيويدز بقى كلمه اويدز دي ما بتيجي في اخر اي كلمه معناها متصنعه منها او شبيهه، يعني اوبيويدز يعني شبيه الاوبييتس. تمام. طيب الاوبيويدز دي بقى مواد متصنعه شبه الاوبييتس، يعني شبه المورفين والحاجات دي والكوديين. تمام. فهي مواد مصنعه، فبالتالي سميناها اوبيويدز. اوبيويدز ماشي، اويدز دي عشان هي مصنعه. تمام. ولكن طبعا دلوقتي بيقولوا على كل حاجه، بيقولوا على كل على الاوبيوبيبتايدز وعلى الاوبييتس وعلى كل حاجه، بيقولوا عنها ايه اوبيويدز وخلاص وبنريح دماغنا، ماشي. بس انا قلت لك ايه الفرق ما بينهم. طيب الاوبيويدز دي بقى بتتقسم او بتتصنف لحاجات سيمي سينثيتك، ماشي. يعني ايه سيمي سينثيتك؟ يعني نص متصنعه، يعني كده يعني ايه، مش كلها متصنعه من الالف للياء، لا هي نص متصنعه، يعني فيها جزء طبيعي، فيها جزء طبيعي من النبات، ماشي. فسميناها سيمي سينثيتك. زي مين؟ زي الهيروين. كلنا عارفين الهيروين ده، شفناه في فيلم المصلحه مش عارف ايه، وبيطلع في الافلام والمسلسلات والكلام ده كله. الهيروين ده سيمي سينثيتك اوبيويد. كان في عالم الماني، ماشي، تقريبا في سنه 1935 حاجه كده، جاب المورفين ده وعمل له اسيتايليشن، عمل له ضاف عليه مجموعه اسيتايل، فبقى اسمه اسيتايليتد مورفين. فالاسيتايليتد مورفين ده غير اسمه، سماه هيروين، سماه هيروين. طيب يختلف في ايه عن المورفين؟ لقينا ان الهيروين ده له اكشن انرجيسك اعلى بكتير جدا من المورفين. خد بالك، انت عندك في الادويه اللي هنتكلم عنها كلها النهارده المورفين اقوى واحد في حته الانرجيسك ده. ده بقى انا تخيل بقى ان دلوقتي بقول لك ان الهيروين ده اعلى من المورفين بكتير، وفي دواء تاني برضه هكلمك عنه بس ده كان مصنع بقى اعلى من المورفين برضه، بس لسه اما نجي له. احنا بنتكلم دلوقتي في سيمي سينثيتك. الهيروين بيتصنف في حته انرجيسك اعلى من المورفين. طب احنا ليه ما بنستخدموش في الطب؟ الهيروين ده ده حاجه اجراميه، ما بيستخدمش في الطب نهائي. تمام. ده الناس اللي بيتعاطوا بس وكمان مش لاقيين. طيب ليه ما بنستخدموش في الطب؟ لانه ده بيعمل ادكشن اكتر من المورفين بيعمله بمراحل بمراحل. يعني لو المورفين بيعمل ادكشن بنسبه مثلا 10%، الهيروين ده يعمل ادكشن بنسبه 220%. انت متخيل؟ يعني بيعمل ادكشن جامد جدا، ماشي. فالادفرس افكت برضو او السايد افكت بتاعته كتيره وحشه، فايه ما بيستخدمش طبيا نهائي، ماشي. ده سيمي سينثيتك. طيب دي الاوبيويدز اتفقنا، يا اما سيمي سينثيتك يا اما سينثيتك. طيب سيمي سينثيتك يعني جبنا من الطبيعه وعدلنا عليها المورفين وعملنا له اسيتيليشن. امال السينثيتك بقى؟ السينثيتك ده متصنع كيميائيا في المعمل من A to Z، من الالف للياء. حلو. طيب فهو متصنع كيميائي، يعني احنا جبنا المورفين، شفنا شكله عامل ازاي كيميائيا، وبدانا نصنع حاجات شبهه، بدانا نصنع حاجات شبهه. حلو. طيب الحاجات اللي صنعناها دي لما جينا نجربها لقينا في منها بيور اجونست، يعني بيشتغل كاجونست بس، لقينا في منها بيور انتاجونست، ماشي، ولقينا في منها ميكسد اجونست اند انتاجونست. يعني ايه الكلام ده؟ انت عندك اي حاجه في الدنيا، اي ماده او اي دواء في الدنيا بيشتغل على ريسبتورز، اي دواء في الدنيا بيشتغل على ريسبتورز. لو ترجع بالذاكره كده لايام السمباثيتك والباراسمباثيتك والكلام ده، كنا لما بنيجي نتكلم عن الادويه كنا بنقول في منها اجونست، وفي منها اجونست يعني بينشط الريسبتور، وفي منها انتاجونست يعني بيقفل الريسبتور، وفي منها حاجه اسمها بارشال اجونست، او ممكن نقول عليه ميكسد اجونست انتاجونست. ده بي ايه بيشتغل نص نص على الريسبتور، بيحفزه شويه بسيطه، ماشي، ما بيحفزوش قوي، بيحفزه حاجه بسيطه. تمام. او ممكن يحفز بعض الريسبتورز ويقفل ريسبتورز ثانيه، فبرضه بسميه ميكسد او ممكن بسميه بارشال اجونست. ده انت كده في كلامك ان انت بتقول لي في السينثيتك اوبيويدز حاجه اجونست وحاجه انتاجونست وحاجه ميكسد، ده انت كده معنى كلامك ان في ريسبتورز الاوبيويدز دي بتشتغل عليها، صح كده؟ هقول لك صح، في ريسبتورز مخصوصه للاوبيويدز دي ان هي تشتغل عليها. ايه هي الريسبتورز دي؟ هنتكلم عنها دلوقتي بعد ما نتكلم عن الادويه. ملخصا الادويه اللي بالاحمر دي الادويه اللي عندنا في المحاضره النهارده. حلو. مش عايزك تحفظها دلوقتي، هنحفظها لما نتكلم عنها. طيب
بس الاول اللي احنا بنشوف التصنيف البيور اجونيست هي سينثيتك اوبيويد. البيور اجونيست ماشي زي مين؟ زي دواء اسمه بيسيدين او ممكن يتقال عليه ميدودرين لو شفته في السؤال، يعني هو البيسيدين ماشي او الميدودرين، ده اول واحد. ثاني واحد الميسادون، ثالث واحد الترامادول، والترامادول ده كلنا عارفينه تمام. الثلاثه دول بيتصنفوا ان هم بيور اجونيست سينثيتك اوبيويدز، بيور اجونيست سينثيتك اوبيويدز. حلو تمام. طيب الحاجات الميكسد اجونيست اند انتاجونيست او ممكن نقول عليها بارشال اجونيست زي مين؟ زي البنتازوسين تمام. البنتازوسين ممكن تنطقها على بعضها، البنتازوسين ده برضه هنتكلم عنه، كل واحد في دول يا جماعه هنتكلم عنه بس مش بالتفصيل، هو هنقول كده مثلا نقطتين يميزوا كل دواء واللي بيجوا فيهم الاسئله ماشي وخلاص. احنا هنفهم بس المين فانكشن هنفهمه على المورفين، انما باقي الادويه دي هنعرف بس بيختلفوا في ايه عن المورفين او بنستخدمهم بالذات في ايه غير المورفين ما بيعمل، وبعدين ايه هنقلب على الدواء اللي بعده يعني ماشي، مش هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل. يبقى البيور اجونيست البيسيدين والميسادون والترامادول، الميكسد اجونيست اند انتاجونيست البنتازوسين، وهنعرف برضه هنتكلم عنه كلمتين بيستخدم في ايه. الانتاجونيست بقى، طب بص دايما العلماء لما بيعملوا حاجه اجونيست لازم يعملوا انتاجونيست. ليه؟ افرض واحد يا عم حصل له توكسيستي بالبيسيدين ده مثلا او بالميسادون او بالترامادول، واحد مدمن خد جرعه زياده من الترامادول، هتتصرف ازاي؟ فانت لازم يبقى عندك انتاجونيست للدواء ده ماشي، حاجه انتي دوت ماشي، ده بينشط ريسبتور، يبقى انا لازم اخترع حاجه تقفل الريسبتور ده بحيث اعالج التوكسيستي. فهم بعد ما اخترعوا الاجونست ده اخترعوا الانتاجونست. ايه بقى الانتاجونست؟ دوايين، دواء اسمه نالوكزون وده اسمه نالتريكزون. عايز تفتكرهم؟ الاكس، اكس دي معناها انه بيعمل بلوك بيقفل، يعني هو انتاجونست ماشي. فنالوكزون ونالتريكزون تمام. هنتكلم عن كل واحد برضو كلمتين كده وايه وخلاص يعني. يبقى الاوبيويدز اتفقنا ليه اسمها اوبيويدز؟ لانها شبيهه الاوبييتس، هي مصنعات من الاوبييتس الطبيعيه. الاوبيتس دي الطبيعيه اللي جايه من الطبيعه، والاوبيبوبتايدز اللي موجوده في جسمنا طبيعيا ماشي. الاوبيويدز بقى دي اللي متصنعه من الاوبيتس. حلو حلو. احنا بقى هنستخدم الاوبيتس دول في ايه؟ عايزين نعرف بقى هدفنا نستخدم الاوبيتس دي في ايه. انا قلت لك في الاول ان الاوبيتس دي اقوى مسكن عرفه التاريخ، المورفين واخواته دول اقوى مسكن عرفه التاريخ. طيب طالما انت هتتكلم عن مسكن يبقى هات لي بقى تاريخ المسكنات، اعرف لي بقى المسكنات. عندنا عائلات، مسكنات عندنا عائلات. حلو. اول عيله اللي هي الاوبيويدز، ودي موضوعنا النهارده اللي بنتكلم عنه. تاني عيله اللي هي نون اوبيويدز، نون اوبيويدز يعني حاجات غير الاوبيويدز. طيب ايه يا عم الحاجات بقى اللي غير الاوبيويدز دي؟ قال لك هنقسمهم كذا حاجه. اول حاجه الان سيدز اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ودول محاضرتين كاملين عندنا، المحاضرتين الجايين على طول هيبقوا اخر حاجه في المنهج الان سيدز دول. وفي السيدز الاسترويدال انتي انفلاماتوري دراج، الاسترويدال انتي انفلاماتوري دراج هي اتذكرت عندنا قبل كده. اتذكرت. افكرك فاكر لما كنا بناخد في موديول الماسكلو الجوت، كنا بناخد مرض اسمه الجوت، كنا بنقول ان في الاتاكس ماشي، في الاكيوت اتاكس اللي بتيجي للمريض، هو المريض كان بيمشي على ادويه تمام، كان بيحصل، كانت ادويه بتقلل اليوريك اسيد وكده ماشي، كان بيحصل بقى حاجه اسمها اكيوت اتاك، اللي هو يبقى مثلا نايم بالليل ويصحى مره واحده مش قادر، بيصرخ من وجع المفاصل اللي عنده. كنت بقول لك انسب حاجه تعملها معاه في الحاجات الاكيوت اتاك دي تديله كورتيزون اللي هي ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج ماشي، كان بياخد كورتيكوستيرويد اللي هي ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. وبرده اتكلمنا عنها لما كنا بنشرح محاضره الكورتيزون ماشي، تقريبا في موديول الاندوكراين كانت محاضره الكورتيزون، كنا بنتكلم ان هي بنستخدمها كاسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز تمام. تمام. يبقى انت عندك نون استرويدال وعندك استرويدال. احنا هنتكلم في المحاضرتين الجايين عن النون استرويدال بس، ما عندناش الاسترويدال، هنتكلم بس بالميكانيزمات بتاعتها وكده والعائلات بتاعه النون استرويدال بس، ما عندناش الاسترويدال لان احنا خدناها قبل كده. حلو. طيب ثالث حاجه من النون اوبيويدز الباراستامول واخواته. الباراستامول ده الميزه اللي فيه ان هو بيشتغل كانتي انالجي يعني بين كيلر، يعني كان بيشتغل كانالجيسيك اللي هو مسكن بس من غير ما يعمل انتي انفلاماتوري افكت، يعني هو بيشتغل مسكن من غير ما يشتغل كمضاد للالتهابات تمام، ما بيقللش مثلا الليكوتراين والحاجات اللي هي بتاعه الالتهابات، لا هو بيشتغل مسكن بس. حلو. ده الباراستامول، ده الفرق ما بين الان سيدز والسيدز والباراستامول. الاثنين دول بيشتغلوا مسكن وانتي انفلاماتوري، انما ده الباراستامول بيشتغل انتي بيشتغل مسكن بس، بيشتغل مسكن بس ما بيشتغلش انتي انفلاماتوري. حلو. طيب احنا عرفنا موقعنا من الاعراب دلوقتي، عرفنا ان الاوبيويدز ديت من ضمن عيله كبيره اسمها الانالجيسكس المسكنات.
حلو، وهنستخدمها كمسكنات وهنستخدمها في حاجات تانية وهنقول عليها دلوقتي، بس اكتر استخدام ليها هي المسكنات. كنت بكلمك بقول لك ان الاوبيدز دي لما جينا صنعنا منها حاجات، صنعنا منها اجونست وانتاجونست وميكسد اجونست اند انتاجونست. قلت لك معنى كلامي ان هم بيعملوا اجونست الريسبتورز معينه او انتاجونست الريسبتور معينه، صح؟ طب ما تيجي نعرف ايه الريسبتورز دي بقى. الريسبتورز دي هي الاوبيويد ريسبتورز. اوبيويد ريسبتورز، اوبيويد ريسبتورز يعني هي ريسبتورز بيشتغل عليها الاوبيويدز كلها، سواء بقى طبيعيه مصنعه كل حاجه، ماشي؟ طيب الريسبتورز دي موجوده فين؟ احنا في موديول السي ان اس. تبقى موجوده في السي ان اس؟ لا، موجوده في سي ان اس وفي كل شبر في جسمك، في كل حته في جسمك الاوبيويد ريسبتور موجود في كل حته في جسمك. بص عشان بس ايه، من يعني نجيب من الاخر، اي ريسبتور في جسمك هو موجود غالبا في كل حته في جسمك، موجود في كل حته في جسمك، ماشي؟ الفكره بقى ان انت بتصنع دواء يشتغل على مكان معين، حلو كده؟ فالمهم يعني، لا حتى لو تفتكر كنا بنيجي نتكلم عن الريسبتورز بتاعت السمباثيتك والبارا سمباثيتك، كنا بنقول انها في كل حته في الجسم، في الالفا 1 والبيتا 1، بس كنا بنقول في اماكن معينه فيها ريسبتور معين زياده شويه. يعني مثلا كنا بنقول ان الريسبتورز بتاعت السمباثيتك موجوده في كل حته في الجسم، بس كنا بنيجي عند القلب نقول ان في زياده شويه بيتا 1. كنا بنيجي عند البلاد فيسز نقول في زياده شويه الفا 1، تمام؟ ولو تفتكر برضو كنا بنقول على كل ريسبتور فيهم له اكشن غير التاني. يعني مثلا كنا بنقول على الالفا 1 انه بيعمل فازو كونستريكشن، وكنا بنقول على البيتا 2 بالرغم انه موجود في البلاد فيسل برضو كان بيعمل فازو دايلاتيشن، صح كده؟ يبقى كان هما ريسبتورز، بيبقى كل ريسبتور زياده شويه في عضو معين، ماشي؟ وكان كل ريسبتور له اكشن غير التاني، ماشي؟ وبيعمل شغل غير التاني وزياده في مكان عن التاني. قال لك بقى هنا بنتكلم عن الاوبيويدز هتبقى نفس الفكره، هما كذا نوع ريسبتور، بس ريحنا بقى. يعني الاوبيويدز ريسبتور دي ريحتنا ازاي؟ ريحتنا اول حاجه هي موجوده في كل حته في الجسم، ماشي؟ هل هتبقى في اماكن موجوده زياده شويه؟ اه، يعني مثلا هي موجوده في كل حته في الجسم، اه، بس بتبقى اكتر شويه بقى في السي ان اس، في السباينال كورد كده، حلو؟ طيب قال لك كل الادويه اللي احنا اتكلمنا عنها فوق دي، كل الادويه دي بتشتغل على كل الريسبتور، كل الادويه بتشتغل على كل الريسبتور. طب ده ريحنا يا عم، مش هنحفظ حاجات سيلكتيف بقى وكلام من ده، ده ريحنا، ماشي؟ شايف الثلاثه ريسبتور دول؟ انت متوقع ان كل ريسبتور فيهم هيبقى له اكشن معين؟ الحقيقه لا، الحقيقه ان الثلاثه ريسبتورز دول او الريسبتورز بتاعت الاوبيويدز كلها بتعمل نفس الاكشن، كلهم مشتركين في الاكشنز، اللهم الا اذا مختلفين في حاجات بسيطه هنتكلم عنها، تمام؟ يبقى هم ايه، متشابهين في الاكشن زي بعض بالظبط، ولكن بيختلفوا بس مثلا في ايه، في بعض الاستثناءات البسيطه كده، حلو؟ طب هم ايه بقى الريسبتورز اللي احنا بنتكلم عنهم بقى؟ ايه هم الاوبيويد ريسبتور اصلا؟ هم ثلاثه ريسبتورز مفيش غيرهم، تمام؟ ميو وكابا ودلتا. في منهم سب تايبز على فكره، يعني في منهم ميو واحد واثنين وكده، في سب تايبز، ولكن يعني لسه ايه، تحت التجربه والاختبار ومش موجوده قوي عندنا يعني في الداتا. فاحنا بنتكلم عن الريسبتورز عموما، في ميو وفي كابا وفي دلتا، حلو؟ التلاته نفس الاكشن، جميل. التلاته بيشتغل عليهم الادويه كلها، جميل. طب ما تيجي نشوف الاكشنز بقى، تعال نشوف الاكشنز. الاكشنز هنقولها ممكن ما نفهمهاش قوي، هنفهمها لما نخش شويه في المحاضره، بس هنقولها برضو دلوقتي وهنقولها لما نخش في المحاضره بحيث تحفظها، حلو؟ طب الميو، تعال نشوف كده الميو. اول واحد الميو ده بيشتغل ازاي؟ قال لك بيعمل انالجيسيا، مسكن. ده الميو ده بيشتغل كمسكن، بيشتغل كمسكن ازاي؟ هنتكلم دلوقتي كمان شويه بالظبط هقول لك بيشتغل كمسكن ازاي. يبقى هو انالجيسيا، ماشي؟ بيشتغل كانالجيسيك، ماشي. تاني حاجه بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري ديبريشن، حاجه اكلمك كمان شويه هقول لك ان الميو ده، ماشي، او الريسبتورز الاوبيويد ريسبتورز عموما موجوده في حاجه اسمها ريسبيراتوري سنتر، ولما بتشتغل على الريسبيراتوري سنتر بتقلل الاكشن بتاعه، بتقلل الاكتيفيتي بتاعته. فلو واحد عيان عنده تاكيبنيا بينهج بينهج كده، فانت لو خد مورفين او الاوبيويدز دي هتشتغل على الميو وعلى الكابا وعلى الدلتا اللي موجوده في الريسبيراتوري سنتر، وتعمل له حاجه اسمها ريسبيراتوري ديبريشن. يعني ايه؟ هتقلل النهجان ده. هل ممكن استفاد من الموضوع ده؟ ممكن استفاد من الموضوع ده لو الناس اللي عندهم مرض مسبب لهم نهجان وتعب، ممكن استخدمها. هل ممكن تبقى ضرر؟ ممكن تبقى ضرر، ماشي؟ مثلا على سبيل المثال واحده حامل وخدت مورفين، فالمورفين ده دخل للبيبي جوه عمل له ريسبيراتوري ديستريس سندروم، فممكن تبقى مرض. يبقى ممكن استخدمها استفيد بيها، وممكن استخدمه، وممكن ان هي تعمل لي سايد افكت حته الريسبيراتوري ديبريشن دي، تمام؟ طيب ممكن يعمل ايه كمان؟ ممكن يعمل ريديوس للجي اي تي موتيليتي، ماشي؟ يقلل الموتيليتي بتاعت الجي اي تي. علشان كده بستخدمها ممكن في الناس اللي عندهم دايريه، بستخدم الحاجات دي في الناس في علاج الدايريه. وكمان هيجي يقول لك
من السايد افكت ان هي بتعمل كونستيبيشن. ليه؟ لان هي قللت الجي اي تي موتيليتي. فاحنا بنفهم دلوقتي، بنفهم عشان بعد كده، بعد كده لما اقول لك ان من ضمن السايد افكت كونستيبيشن تبقى عارف ليه كونستيبيشن. ليه كونستيبيشن؟ لان الاوبيويدز بتقلل الجي اي تي موتيليتي فبتعمل كونستيبيشن. تمام. ممكن تشتغل كسيديتيف، بتعمل سيديشن تهدئه كمهدئ يعني، زي السيداتيفز دراجز كده. حلو. هتشتغل كمهدئ ازاي؟ هقول لك كمان شويه الميكانيزم بتاعها. هي خلاصه بتروح تشتغل على الليمبك سيستم، الليمبك بتاع الايموشن وكده، فبتهدي، وبتروح تقلل نور ادرينالين فبتهدي. هنقولها برضو بالتفصيل ما تقلقش. ماشي. ممكن تعمل مايوزس. ارجع كده بقى بالذاكره يومين ثلاثه للتوتوريال بتاع الاوكيولر. كنت بقول لك ان عندي دواء اسمه المورفين. المورفين كان بيشتغل سنترال، كان بيشتغل سنترال، كان بيروح يشتغل على ادينجر وستفال نيوكليس. كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يشتغل عليها دايركت، يعمل حاجه اسمها مايوزس. ادينا بنتكلم عنها دلوقتي، وبقول لك ان المورفين ده ازاي عمل مايوزس على الادينجر وستفال نيوكليس، عن طريق ان هو اشتغل على الميو ريسبتور اللي موجوده في الادينجر وستفال نيوكليس، ميو والكابا والدلتا على الثلاثه. تمام. تمام. الميو مهم جدا بقى. الميو بتعمل يوفوريا، ودي بقى سبب ادمان الناس اصلا. الميو بتعمل يوفوريا ازاي؟ يوفوريا دي معناها انبساط، او ان المزاج يبقى عالي، يبقى معلي الدماغ بقى زي ما بيقولوا، فدي اليوفوريا. حلو. طيب ليه بتعمل يوفوريا؟ انا لسه قايل لك شويه من شويه بتشتغل على الليمبك سيستم. تمام. بتعمل ايه كمان؟ تعمل ماسكولار ريجيديتي. ماشي. تبقى العضلات متنشنه. تعمل فيزيكال ديبندنس، ودي النصيبه السوداء، هي دي بقى المشكله، دي النصيبه السوداء، دي اللي مخليه الادويه المورفين واخواته كلهم مكتوبين جدول ما بيتصرفوش لاي حد، لازم بتبقى روشتات معينه وفي المستشفيات وكده. حته الفيزيكال ديبندنس دي ان هي مع الوقت بعد جرعه معينه تبدا يحصل ادكشن، ادمان، وفيزيكال ديبندنس وتوليرانس، الحاجات دي بتخلي بقى هي اللي بتدخل في سكه الادمان بقى، ان هو مش عارف يبطل الدواء. حلو. لو استخدمت الدواء في سكه الجرعه العلاجيه بس، لو الدكتور كاتب جرعه معينه بتستخدم للعلاج وفترات معينه، غالبا غالبا ما بيحصلش ادكشن، ولو حصل بيبقى بعد فتره كبيره. ماشي. وبعد فتره كبيره دي بيبدا اصلا الدكتور لما يوقف الدواء ما بيوقفوش مره واحده، زي ما اتفقنا كل ادويه السي ان اس ما بتقفش مره واحده، علشان حته الفيزيكال ديبندنس دي بتقف بالتدريج. تمام كده. تمام. يبقى حط في دماغك ان هي بتعمل فيزيكال ديبندنس، وما ينفعش نهائي واحد بياخد الدواء ده بقاله سنين ابطله مره واحده. تمام. ما ينفعش نهائي. حلو. يبقى ده شغل الميو. طيب تعالى بقى نشوف شغل الجابه. شفت شغل الكابه مش الجابه، شغل الكابه. مش عايزك بقى ايه تتلخبط زي دي كده دلوقتي ما قلت عليها ايه جابه، هي طبعا هي لسان بس مش اكتر، فهي كابه مش جابه، ما تتلخبطش ما بينهم، هي كابه. حلو. شغل الكابه ازاي بقى؟ انالجيسيا برضو زي الميو بالظبط، ريسبيراتوري ديبريشن زي الميو بالظبط. ما قلت لك بقى هم بيعملوا نفس الاكشن. تمام. بيعملوا ريديوسد جي اي تي موتيليتي، بيعملوا سيديشن برضو، بيعملوا مايوزس برضو، بيعملوا ديسفوريا. اوبا اقف هنا شويه، اقف هنا شويه. الكابه لما اشتغلت عملت ديسفوريا، يعني خلت المزاج سيء وخلت الشخص قاعد مش مظبوط كده ومتضايق، عكس الميو عملت يوفوريا. طب انت ده دلوقتي بقى هتقول لي ازاي الناس اللي بتتعاطى مثلا مورفين، انت قلت لي من شويه ان الناس اللي بتتعاطى مورفين دي بتكون عندها يوفوريا، يعني بيبقوا مبسوطين ومعليين دماغهم، قلت لي معليين دماغهم كده وجعصت لورا كده. ماشي. معليين دماغهم. طيب وفي نفس الوقت بتقول لي ان كل الادويه بتشتغل على كل الريسبتورز، صح؟ ماشي. طب ما هو ازاي بقى دواء مثلا زي المورفين اشتغل على كل الريسبتورز، اشتغل على الميو فيعمل يوفوريا، واشتغل على الكابه فيعمل ديسفوريا، ازاي بقى؟ ازاي وانت وبتقول لي ان الناس المدمنه دي بيحصل لها يوفوريا ما بيحصلهاش ديسفوريا؟ هقول لك بقى ان ايه. قلت لك ان كل دواء بيشتغل على كل الريسبتور، صح؟ بس بيشتغل على ريسبتور معين اكتر شويه، بيشتغل على ريسبتور معين اكتر شويه. مثال المورفين، المورفين بيشتغل على الميو وعلى الكابه وعلى الدلتا. ماشي. وعلى الدلتا بيشتغل على الثلاثه، بس بيشتغل اكتر على المورفين، على الميو، بيشتغل اكتر على الميو. تمام. يبقى دواء مثلا زي المورفين يشتغل على الثلاثه، كلهم بيشتغلوا على كل الريسبتورز، بس كل دواء فيهم بيشتغل اكتر على حاجه معينه. يعني مثلا المورفين اشتغل على كله، بس ايه، اشتغل اكتر على الميو. في دواء ثاني هتلاقيه بيشتغل على كله بس مثلا يشتغل اكتر على الكابه. طب فالمورفين، المورفين الناتج النهائي، الاكشن النهائي بتاعه انه هيعمل يوفوريا لانه اشتغل اكتر على الميو. ماشي. عكس دواء تاني اشتغل على الكابه اكتر، اشتغل على الكابه اكتر، فتلاقي الاكشن بتاعه النهائي انه بيعمل ديسفوريا. تمام كده. يبقى فهمنا ليه الناس المدمنه بيبقى عندهم يوفوريا، بالرغم ان انا قلت لك كل الادويه بتشتغل على كل الريسبتورز، وقلت لك ان الميو بتعمل يوفوريا والكابه بتعمل ديسفوريا عكس بعض.
فهمنا ليه؟ لان المورفين ده بيشتغل على الميو اكتر ما بيشتغل على الكاف، فالابر هاند بتبقى للميو فبتعمل يوفوريا. حلو تمام. وطبعا ايه هنا بقى ايه بيعمل برضو فيزيكال ديبندنس، ودي المشكله بتاعته. وشيء بيعمل سايكوميميتك، يعني حاجات ايه بيدخلك في سكه السايكوزس بقى. ما هو عمل ديسفوريا طبيعي، عمل ديسفوريا فيدخل في سكه السايكوزس، سايكوزس اللي هو انفصام في الشخصيه بقى ومتضايق وبتاع، فده نتيجه الديسفوريا يعني. ماشي، ده الكابه. حلو. شغل الميو او الكابه هو شغل المورفين او الادويه التانيه. ليه؟ ما هو كل الادويه بتشتغل على كل الريسبتورز، بتعمل كل الاكشنز، فخلاص يعني ما فيش حفظ، الدنيا حلوه تمام. انت بس هتحفظ الايه، تحفظ دول وتحفظ ان الكابه مختلفه عن الميو، ان هي بتعمل ديسفوريا تمام، وتعرف ان اللي بيميز كل دواء عن التاني هو بيشتغل على مين اكتر. مثلا مورفين اشتغل على الميو اكتر فعمل يوفوريا، هو ده اللي بيحدد بقى، هو ده اللي بيحدد. وكله بيعمل فيزيكال ديبندنس، كل الادويه دي هي دي ادويه المحاضره، كل الادويه دي بتعمل فيزيكال ديبندنس كلها، ما عدا الادويه اللي هي انتاجونست ما بتعملش فيزيكال ديبندنس، دي ما تعملش فيزيكال ديبندنس، خد بالك عشان دي ام سي كيو. كله بيعمل فيزيكال ديبندنس يقول لك اكسبت، وان جاي حاطط لك مثلا النالوكزولون، لا النالوكزون ده انتاجونست اصلا، هيحصل منه ديبندنس ازاي؟ ده هو بيقفل اصلا الريسبتور. حلو كده ماشي. يبقى انت عرفت كده فوق بقى ان مثلا عندك حاجه زي الميثادون والترامادول، دول اجونست لمين؟ اجونست للريسبتورز دول، الميو والكابا والدلتا. وعرفت ان النالوكزولون ماشي ده انتاجونست او بلوكر لمين؟ للريسبتورز دول، الميو والكابا والدلتا. تمام. طب الدلتا الدكتور ما جابتش سيرتها خالص، ما جابتش سيرتها، بس هي نفس الاكشن يعني، هي مش هنخترع، قلت لك هم زي بعض في الاكشن اهو، انالجيسيا وريسبيراتوري ديبريشن وجي اي تي موتيلتي نفس الكلام يعني. كاتب لك انا هنا نوتس كويسه، بيقول لك ان اول دراجز اكت اون اول ريسبتورز بات ايتش وان هاز هاي اكشن اون وان ريسبتور، يعني كل الادويه بتشتغل على كل ريسبتورز، ولكن كل دواء بيشتغل بنسبه اكبر على ريسبتور معين مثلا يعني. تمام. بقول لك برضو ان اول ريسبتورز هاف ذا سيم اكشن، يعني كل الريسبتورز بتشتغل نفس الاكشن، كلهم عملوا انالجيزيا مثلا، كلهم عملوا ريسبيراتوري ديبريشن، كلهم بيعملوا نفس الاكشن، بس بتلاقي ايه، بتلاقي مثلا بات اونلي سام اكشن ار ديفرنت بين كل دواء والتاني، بين كل دواء والتاني في بس ايه حاجه كده شاذه في النص، مثلا الكابا عملت ديسفوريا بدل ما بتعمل يوفوريا في الميو. ماشي، هي بتبقى اختلافات بسيطه. وبقول لك بقى برضو حاجه تانية مهمه، ان اول اوف ذا اكزيست، ان اول اوف ذيم اكزيست ان اول بارتس اوف بودي سي ان اس وبريفري، يعني كل الريسبتورز دي موجوده في كل حته في الجسم، سواء في السي ان اس او في البريفرال تيشو، كل شبر في الجسم فيه كابا وميو ودلتا. تمام. وده هتبقى ليها ميزه وهقدر استغلها وهقول لك عليها دلوقتي. حلو كده، يبقى الريسبتورز موجوده في كل حته في الجسم. طيب انا قلت لك ان الاوبيويدز ديت اكتر استخدام ليها هي كانالجيسيك، هي اقوى مسكن عرفته البشريه هي الايه، هي الاوبيويدز. ماشي، اقوى مسكن عرفه التاريخ هي الاوبيويدز. طيب طبيعي، طالما انا بقول لك اقوى مسكن يبقى لازم بقى اقول لك هو ازاي بيشتغل كمسكن اصلا، او ليه قلنا عليه اقوى مسكن، ما انت عندك مسكنات تانية كتير، مسكنات كلها بتسكن. ماشي، ليه ده بالذات قلت عليه اقوى مسكن واقوى من اي مسكن تاني؟ يبقى اكيد الميكانيزم بتاعه مختلف شويه، صح كده؟ طب ما تيجي نشوف الميكانيزم بتاعه. بص، اولا الميزه اللي فيه ان هو بيشتغل كانالجيسيك سنسوري واموشنال، ادي رقم واحد، سنسوري واموشنال. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد خارج من عمليه فهو بيتوجع، تمام، يبقى هو عايزين نعمل له تسكين للالم ده. تاني حاجه هو خارج من العمليه فمتضايق ومقرف، ده انا عملت عمليه، طب انا شايل هم كذا وكذا وكذا. ماشي، فدي ايموشنال. ماشي، ده كده يعتبر بين ايموشنال. فقال لك بقى ميزه الاوبيويدز دي ان هي بتعمل انرجيتك سنسوري للوجع، ماشي، وايموشنال كمان لو هو متضايق وكده بتخففه شويه. عشان كده زمان يا جماعه كانت المورفين وعيله الاوبيويدز كلها كانوا بيستخدموها برضو في علاج الاكتئاب، حلو، عشان تحسن الايموشنال وتعمل يوفوريا، ماشي، وتعمل بليزنت، كانوا بيستخدموها كده. ولكن طبعا دلوقتي اخترعوا ادويه ثانيه سيلكتيف اكتر، ماشي، وما تعملش ادمان في علاج الاكتئاب والحاجات دي، فطبعا ما بقيناش نستخدمها دلوقتي. انا بقول لك بس زمان، وبقول لك ليه كنا بنستخدمها في علاج الاكتئاب، عشان حته الايموشنال دي، فهي انالجيسيك سنسوري وايموشنال. طيب تعال نشوف الايموشنال لان هي اسهل. هي ليه بتعمل انالجيسيك ايموشنال او بتحسن الايموشن؟ قال لك والله لان الاوبيويدز دي بتروح تشتغل على حاجه اسمها الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم هو المسؤول عن الايموشنز، بتقلل الاكتيفيتي بتاعت الليمبيك سيستم. حلو، فلو انت متضايق مثلا الاكتيفيتي بتاعت الليمبيك سيستم عاليه، تقلل الاكتيفيتي،
فانت اكنك بتفقد شويه المشاعر، فانت قاعد مش ولا في دماغك اي حاجه، دماغك معليه بقى حرفيا. حلو. طيب دي طريقه. تاني حاجه بتقلل النور ادرينالين، بتقلل النور ادرينالين فتعمل سيديشن، بتهدي. طبعا في نور ادرينالين في المخ وبيبقى بيشتغل كاكسايتاتوري، انت مثلا لما بتتوتر او تتنرفز بيزيد النور ادرينالين صح، فبتبقى متضايق ومتنرفز ومتوتر وكده. طب هي بقى من ضمن الاكشن بتاعها ان هي بتقلل النور ادرينالين، فطبيعي تبقى مهدئه تمام وتشتغل كايموشنال انالجيسك. حلو. يبقى ليه قلنا عليها ايموشنال انالجيسك بجانب ان هي سنسوري انالجيسك؟ ان هي قللت الليمبك، قللت الاكتيفيتي بتاعت الليمبك سيستم وقللت النور ادرينالين فاشتغلت كسيديتيف. حلو. يبقى ده بيميز عيله الاوبيويدز كونها انالجيسك عن الباقي المسكنات. باقي المسكنات بتسكن مثلا الوجع في الرجل بس او في المكان اللي بيوجعك بس ما بتحسنش مزاجك. حلو. هنا لا، دي ميزه ان هي بتحسن مزاجك. طيب اكيد برضو ما قلناش عليها اقوى مسكن عشان الحته دي. طب هي ليه بقى قلنا عليها اقوى مسكن؟ اقوى مسكن بسبب الميكانيزم اللي هي بتشتغل بيه. هي بتشتغل بكذا ميكانيزم، بتشتغل بخمس ميكانيزمات على التسكين. يعني اي دواء مسكن هتلاقيه بيشتغل بميكانيزم معين مسكن وشكرا على كده. لا، ده الاوبيويدز دي بقى بتسكن الالم بخمس طرق، فاللي هو انت فوتت من الطريقه الاولى فانت هتتسكن بطريقه ثانيه، اللي هو هتتسكن يعني الالم هيخف. حلو. طيب تعالى نعرف بقى الطرق. قال لك حاجه من اتنين، يا اما بتشتغل، او هي كده كده بتشتغل على الحاجتين مع بعض، بس احنا ايه هنمسك واحده واحده. بتشتغل على الايونز، على الايون تشانل، يعني على الايون تشانل. بتشتغل ازاي على الايون تشانل؟ لو جينا نفتكر في برضه في الفسيولوجي البين، كنا بنقول ايه اللي بيحصل في البين؟ ايه ان عندك حاجه اسمها بين ترانسميتر، نيورو ترانسميتر، كان اسمها السبستانس بي، وهو كان المتهم الاول في الاحساس بالوجع. السبستانس بي ده تمام، يبقى السبستانس بي ده المتهم الاول في الاحساس بالوجع. ماشي. كان بيطلع منين؟ كان بيطلع من نيورونز صح. قال لك بقى الاوبيويدز دي بتعمل ايه؟ الاوبيويدز دي بتقلل الكالسيوم انفلكس في النيورونز، يعني بتقلل دخول الكالسيوم جوه النيورونز. طب هو كان الكالسيوم لازمته ايه؟ مش كان بيدخل جوه النيورونز ويخلي الفيزيكلز تخرج ويحصل ريليز للكيميكال ترانسميتر او للنيورو ترانسميتر صح؟ اه، ده في اي حاجه ايا كان النيورو ترانسميتر ده ايه، كان بيحصل له ريليز بالطريقه دي، ان الكالسيوم يخش يفرقع الفيزيكل يخرج النيورو ترانسميتر صح؟ قال لك الاوبيويدز دي بقى بتقلل الكالسيوم انفلكس، فبتقلل الريليز بتاعت البين نيورو ترانسميتر، اللي هو مين؟ اللي هو السبستانس بي، ده المتهم الاول في الاحساس بالوجع. فاحنا هو في الاول وفي الاخر نيورو ترانسميتر، فاحنا لو قللنا الكالسيوم انفلكس للخليه اللي بتطلع، الخليه العصبيه اللي بتطلع السبستانس بي ده ماشي، لو قللنا الكالسيوم انفلكس فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ان السبستانس بي ده هيفضل متخزن جوه الفيزيكلز ماشي، ومش هيطلع، مش هيتحرر. ليه؟ لان مفيش كالسيوم دخل فرق على الفيزيكلز دي. حلو. يبقى قللنا السبستانس بي عن طريق ان احنا ايه، قللنا الكالسيوم انفلكس، عن طريق ان احنا قللنا الكالسيوم انفلكس تمام. ادي طريقه. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه في الايون تشانلز قال لك بيزود البوتاسيوم اوت فلكس، بيزود خروج البوتاسيوم من الخليه، بيزود خروج البوتاسيوم من الخليه. اه يعني بره يبقى في موجب كتير قوي بره، بتزيد البوزيتيفيتي بره تمام، يعني بتقل النيجاتيفيتي بتاعت الخليه. حلو تمام. بتزيد البوزيتيفيتي بره كتير، يعني عموما في الاول في الاخر عشان البوتاسيوم خرج، وانت حافظ من زمان ان البوتاسيوم لما بيخرج كتير بيعمل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، عكس الصوديوم لما كان بيدخل كان بيحصل ديبولاريزيشن. لا، هنا بقى الاوبيويدز دي بتعمل ايه؟ بتخرج بوتاسيوم كتير قوي من الخليه فيحصل هايبر بولاريزيشن. طيب انا استفدت ايه؟ لما يحصل هايبر بولاريزيشن الخليه مش هتستجيب لو في الم. يعني مثلا على سبيل المثال في خليه عصبيه، حلو، عملنا لها هايبر بولاريزيشن. حلو. طيب لو جالها شويه سبستانس بي المفروض بيحفزوها، يعني هو جالها سبستانس بي هو المفروض يحفز الخليه العصبيه دي بقى ان هي تستجيب للاكشن بوتنشال ويحصل ليها ديبولاريزيشن صح، وتحس بالوجع. لا، انا بقى الخليه اللي المفروض هتحس بالوجع دي انا عملت فيها هايبر بولاريزيشن، فخليتها اكنها خامله هاديه، يعني اكني نيمتها خالص، عملت لها هايبر بولاريزيشن، نيمتها تماما. يبقى دي الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى ان انا قللت الريليز بتاع السبستانس بي عن طريق ان انا قللت الكالسيوم انفلكس. الطريقه الثانيه ان انا زودت البوتاسيوم اوت فلكس فعملت هايبر بولاريزيشن في النيورونز تمام. ده لو اشتغل على الايون تشانلز، ده لو اشتغل على الايون تشانلز. هو كده كده بيشتغل على الايون تشانلز وعلى الثانيه مع بعض ماشي، بس احنا بنقول ان هو على الايون تشانلز بيشتغل ازاي. طيب الطريقه الثانيه اللي هو بيشتغل بيها قال لك بيشتغل على الاوبيويد ريسبتور بقى، اللي هي موضوعنا اصلا، بيشتغل على الاوبيويد ريسبتور. هو مش قلت لك من شويه ان الاوبيويد ريسبتور ده موجود في كل حته في جسمك صح؟ موجود في كل حته في جسمك.
يعني مثلا لو واحد في حادثه وبتاع وجاي رجله مكسوره، لو خد حقنه مورفين هتسكن له الالم بكذا ميكانيزم. اول ميكانيزم قلنا عليه بتاع الكالسيوم، ثاني ميكانيزم بتاع البوتاسيوم، ثالث ميكانيزم ان هي مثلا هتروح للاوبيويد ريسبتور، الميو والكبا والدلتا اللي موجودين في رجله اللي هي مكسوره ووجعاه، ماشي، وتسكنهم. يعني اشتغلت بريفرال، يعني راحت على الميو والكبا والدلتا اللي موجودين بريفرال في الجزء اللي فيه الوجع، تمام، وسكنته. يبقى ممكن تشتغل على الاوبيويد ريسبتور اللي موجوده في البريفرال. ايه كمان؟ الاوبيويدز ممكن تشتغل على الاوبيويد ريسبتور اللي موجوده في البرين فوق في الهاير سنتر في البرين. لو نرجع برضو بالذاكره، كنا نفتكر ان البين والتمبريتشر بيطلعوا يوصلوا للصلمس، وكان هو ده السنتر بتاعهم، كان هو ده السنتر بتاعهم الصلمس، حلو. فقال لك بقى الاوبيويدز دول بيشتغلوا على الميو والكابا والدلتا اللي موجودين في الصلمس واللي موجودين في الكورتكس، ماشي، كانت بتودي للصلمس، وكان ايه بتطلع على الكورتكس، على الكورتكس عشان تحدد المكان، بس اللي كان بيحس بالوجع فعلا هو الايه، هو الصلمس، كان اللي بيستقبل الوجع يعني والتمبريتشر. المهم يعني مش موضوعنا دلوقتي الفسيولوجي، موضوعنا ان احنا بنقول ان الميو والكابا والدلتا لما الاوبيويدز بتشغلهم في البرين، ماشي، فهي برده كده بتعمل انالجيسيك افكت، هي كده بتسكن برده. يبقى سكنت ازاي؟ اول حاجه بريفرال، سكنت المكان اللي فيه الوجع لما اشتغلت على الميو والكابا والدلتا اللي موجودين في البريفرال. سكنت الوجع عن طريق ان هي اشتغلت على الميو والكابا والدلتا اللي موجودين في السنترال اللي موجودين في البرين فوق، فاشتغلت كسوبرا سباينال انالجيسيك، كسوبرا سباينال انالجيسيك، تمام. فاكر انت السوبرا سباينال بين كنترول كانت في الفسيولوجي، كنت برضه بقول لك ان الانكفالين والاندورفين يجوا من فوق ويسكنوا الالم، يعني يخرجوا سيروتونين ويمنعوا البين باسوي وكده. هي نفس الفكره هنا بقى، هنا برضو ايه، سوبرا سباينال جاي من البرين من فوق. ليه؟ لان اشتغلت على الميو والكابا والدلتا اللي موجودين في البرين فوق، تمام. يبقى دي تاني طريقه. ايه كمان ممكن اشتغل على الميو والكابا والدلتا اللي موجودين في السباينال كورد، اللي موجودين في السباينال كورد ازاي بقى؟ بص كده الرسمه دي، ده كات سيكشن كده في السباينال كورد. كنا بنفتكر دايما ان ده الموتور روت، صح، وده السنسوري روت، يبقى كان الانتيريور روت هو الموتور روت والبوستيريور روت كان هو السنسوري، صح، كان هو السنسوري روت. ما يهمناش الانتيريور دلوقتي، احنا ما بنتكلمش عن الموتور، احنا بنتكلم عن السنسوري، صح. طيب البوستيريور روت ده بقى شايل سنسيشن، جايب سنسيشن، جايب الاحساس بالوجع، شايل الاحساس بالوجع. مين اللي بيستقبله؟ ها، البوستيريور، البوستيريور هورن، صح، او الدورزال هورن، كان هو اللي بيستقبل الوجع ده، وبعدين كان بينقله في انتر نيورونز، كان بيوديه على اللاترال كولم. اللاترال كولم ده كان بيشيل الايه، كان بيشيل البين والتمبريتشر، صح، كان بيشيل البين والتمبريتشر، جميل جدا. اهو ده باس واي جاي من ورا على الدورزال هورن، رايح على اللاترال كولم، ويطلع بقى ايه بالسهم المنقط ده، طالع فوق على الصلمس وعلى الكورتكس فوق بقى، يوصل الاحساس بالوجع. قال لك بقى ايه، الاوبيويدز دي بتيجي تشتغل على الميو والكابا والدلتا اللي موجودين، اللي موجودين في السباينال كورد في المنطقه دي، حلو. فلما تشتغل بقى عليهم، لما تشتغل عليهم تقوم جاي قطع الباسوي بتاع الوجع ده، تقوم جاي قطع الباسوي ده، يجي الاحساس بالوجع هنا، يخش على الدورزال هورن، يجي يتنقل بقى للاترال كولم، يلاقي لا اسف السكه مقفوله. مين اللي قفل السكه؟ الاوبيويد. قفلتها ازاي؟ لما شغلت الميو والكابا والدلتا اللي موجودين فين؟ اللي موجودين في السباينال كورد. يبقى دي الطريقه الثانيه، الطريقه الثالثه بقى في السباينال انالجيزي. يبقى شفت الاوبيويدز عملت ايه؟ دي نصيبه، عشان كده سميتها اقوى مسكن عرفه التاريخ. اشتغلت بطريقه هنا وطريقه ثانيه وطريقه ثالثه وطريقه رابعه وطريقه خامسه، شفت كام طريقه؟ وطرق سنترال وطرق بريفرال، ده اشتغلت بكل الطرق، تمام؟ اهي دول كده الاثنين دول سنترال، ودي واشتغلت بريفرال، واشتغلت بايونت، اشتغلت بكل الطرق. يبقى هي حرفيا بتعمل كل حاجه تقدر عليها علشان تسكن الالم، عشان كده سميناها اقوى مسكن عرفه التاريخ. عكس مسكنات ثانيه ممكن تشتغل سباينال بس، مسكنات ممكن تشتغل سوبر سباينال بس، مسكنات ممكن تشتغل بريفرال بس، مسكنات ممكن تشتغل على الايون تشانلز بس، صح، انما دي بقى بتشتغل على كل حاجه، فبالتالي هي اقوى من اي حاجه، حلو. حته السباينال انالجيسيا دي اللي بيستخدموها، اللي هو لما بيجي يقول لك كنا خدناها في الاناتومي بقى، يقول لك انتراسباينال انالجيزيا او انتراسباينال اناسيزيا، من هو الدكتور بيحقن المسكن فين؟ في السباين. عرفت ليه بقى؟ عشان لما بيحقن مثلا حاجه زي المورفين في السباين، ماشي، في السباينال كورد، يعني بيقفل ايه بقى؟ بيقفل اللي هو البين باسوي هنا كده، عشان بيشغل الميو والكابا والدلتا اللي موجودين في السباينال كورد. يبقى دلوقتي عرفنا ليه بقى، حلو. دي بقى نوتس كده او تاكيدات من الدكتوره، هنقولها في اخر المحاضره بعد ما نكون خلصنا المحاضره، يعني عشان نكون فهمنا الكلام اللي مكتوب ده، حلو. طيب ده كده المحاضره مش هتاخد مننا دقيقه بقى، تعال نتكلم عن الاوبيويدز. الاوبيويدز هي اوبيويد انالجيسكس، في منها هنتكلم عن الاوبيويدز ذات نفسها، ونتكلم عن الانتاجونست بتاعها، ماشي. ما انا قلت لك في منها بقى ايه، سينثيتك اجونست وسينثيتك ميكسد
اجونست وانتاجونست، وفي سينثيتك انتاجونست بس. حلو، فهنتكلم عن كله يعني ان شاء الله. فالانرجيتكس ار دراج ار ريليف بين دو تو مالتيبل كوزز، ماشي، بتعالج الوجع بسبب ايه كذا سبب، يعني ليها كذا طريقه واحنا شرحناهم كلهم. طب تصنيف المسكنات اصلا هو مصنفها لك، هو زي ما صنفتها بالظبط، اوبيويدز ونون اوبيويدز. النون اوبيويدز قال لك النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وقال لك الباراستامول، وانا زودت لك كمان من عندي ايه الستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الكورتيزون وكده، تمام. وقلنا ان الباراستامول ده بيسكن بس مش مضاد للالتهاب، ماشي. طب الحاجات دي انا ممكن استخدمها في المايلد بين، في المودريت بين كده، انما الاوبيويدز بقى دي اقوى مسكن، يبقى استخدمها في الحالات الشديده قوي، حاجات مثلا العمليات وكده، ماشي. فبستخدمها من المودريت للسيفير بين، من المودريت للسيفير بين. زي مين بقى؟ زي المورفين. المورفين ده كان نيتشر، جاي من الطبيعه، جاي من النبات ذات نفسه، او حاجات تانية سينثيتك مصنعه، تمام. تمام، طيب نتكلم عن الاوبيويدز. هو كاتب لك ايه بقى؟ كاتب لك هنا ناركوتيك، بين قوسين الناركوتيك. الناركوتيك دي اتفقنا ان هي كلمه بتستخدم ايه في القانون بس بقى، وفي في القواضي وكده، ماشي. هو بيتكلم بقى دلوقتي بدأ بالاجونست، بالحاجات اللي هتشغل الريسبتورز بقى، ماشي. قال لك بقى ادويه شبه المورفين، لايك مورفين لايك اكشن، ماشي. السورس بقى، المصادر بتاعتها، مصادر بتاعتها ممكن جايه من النبات، يعني جايه من الطبيعه، زي المورفين وزي الكوداين، اتفقنا اتكلمنا عنهم برضو، تمام. وهم بيبقوا اوبيوم الكالويدز، دايما دايما الحاجات اللي جايه من النبات او من الطبيعه بتبقى الكالويدز، تمام. طيب ممكن تبقى سينثيتك، بدل ما هي جايه من الطبيعه بلانت ناتشر، ممكن تبقى سينثيتك، زي بقى الايه الفنتانيل والميثادون، ماشي، والهيروين. الهيروين ده كان ايه؟ الهيروين ده كان سيمي سينثيتك، صح، كان اسيتايل دمورفين، ماشي، وزي البيسيدين، ماشي. طيب هو هنا طبعا ايه، هنا مش ترتيبه وحشه خالص، الترتيبه اللي احنا عاملينها في الاول هي اللي منظمه الدنيا. ممكن يبقى اندوجينس، موجود في الجسم، اللي هي بنقول عليها اوبيوبيبتايدز، بنقول عليها اوبيوبيبتايدز، زي مين؟ زي الانكفالين والاندورفين، تمام. تمام، الحاجات عموما اللي بالاصفر دي اللي الدكتوره ايه مأكده عليها، حلو. طيب بنتكلم بقى من ميكانيزم اوف اكشن، بنقول الاوبيويد ريسبتورز الميو، ماشي، والكابا والدلتا، وفي ريسبتور رابع اسمه سيجما كمان، بس ايه احنا ما ذكرناش الدلتا اصلا عشان نذكر السيجما، حلو. فاهم حاجه يعني الايه الميو والكابا، اهم حاجه الميو والكابا. فالاوبيويد ريسبتورز دي، ماشي، ميديت موست افكت اوف اوبيويدز، بيتكلم عن الميو بقى، الميو هي اللي بتعمل ميديت الموست افكت اوف الاوبيويدز. ودي ممكن تيجي تسال ام سي كيو، يقول لك مين اكتر ريسبتور بيعمل الافكت بتاع الاوبيويدز، ساعتها تقول له ايه الميو ريسبتور، الميو ريسبتور، تمام. طبعا بيقول لك ان هم موجودين في السي ان اس وفي البريفرال، موجودين في الجسم كله زي ما قلت لك، حلو، بالاخص ايه الجي اي تي، عشان بتقلل برده الجي اي تي موتيلتي زي ما اتفقنا. فهو هنا الجدول بتاع الريسبتورز اللي احنا قلناه برده، ماشي. نتكلم هنا بقى عن الميكانيزم بتاع المسكنات، قلناه برده، قال لك ايه اكتيفيشن اوف ريسبتورز نورمال انهبيشن ثرو، عن طريق ان هو ايه بيمنع الكالسيوم، بيمنع دخول الكالسيوم، فبيقلل الريليز بتاع السبستانس بي، وممكن يحفز البوتاسيوم اوت فلكس، يحفز خروج البوتاسيوم، فبيعمل هايبر بولاريزيشن في النيورونال ممبرين، تمام. ودي اللي الدكتوره قالتها، الدكتوره ما قالتش دي، بس انا قلتها ليه بقى؟ لان بصراحه الثالثه دي اهم من اللي فوق، يعني رقم 3 اللي الدكتوره ما قالتهاش دي اهم من رقم 2، لان هي دي فعلا الطريقه اللي بتخلي ان الاوبيويدز هي اقوى مسكن اصلا، مع ذلك الدكتوره ما قالتهاش، فانا مع يعني ايه احنا برضو بنقول اللي لينا واللي علينا، حلو كده. ايه هي الطريقه الثانيه؟ قالت لك يا اما بتشتغل على بريفرال انالجيزيا، بتشتغل على الاوبيويد ريسبتور الموجود في البريفرال، اللي هم الميو والكابا والدلتا الموجودين في البريفرال، مثلا زي ما قلت لك مثال الراجل اللي جاي برجله مكسوره، حلو، فبتشتغل بريفرال. وممكن تشتغل كمان في الاوبيويد ريسبتور اللي موجوده في السباينال كورد، فبتشتغل كسباينال انالجيزيا. ممكن تشتغل في البرين ستيم والسالمس والسيربرال كورتكس، فبتشتغل كسوبرا سباينال انالجيزيا، تمام. كمان بتشتغل على الليمبك سيستم، فبتعمل يوفوريا، احساس باليوفوريا ده، وبتقلل الايموشنال ريسبونس، عشان كده قلت لك هي مسكن سنسوري ومسكن ايموشنال كمان، حلو كده، تمام. فبيقول لك ايه حتى لو المريض عنده شويه وجع خفاف بيبقى ايه نوت انبليزنت، يعني مش مضايقينه، عشان ليه بقى؟ لان الدواء ده اشتغل على الليمبك سيستم كمان، بجانب ان هو اشتغل كمسكن للالم، تمام. تمام، نيجي بقى هنا عايزين نعرف الاكشن بتاع الادويه. احنا قلناه في الاول في الجدول بتاع الريسبتورز، بس هنا بقى هنقوله بالتفصيل. الاول احنا هنتكلم عن الاكشن، ماشي، ومن الاكشن اللي بتعمله الادويه هنطلع منها حاجات حلوه فهنقول عليها يوزس، وهنطلع منها حاجات وحشه فهنقول عليها ادفيرس افكت اند كونترا انديكيشن، جميل جميل. تعال نشوف الاكشن بقى بتاع الريسبتورز دي لما بتشتغل، لما الريسبتورز الميو والكابا والدلتا بيشتغل عليها المورفين واخواته بيعملوا ايه. اول حاجه بيعملوا الانالجيزيا، مسكن للالم، تمام، مسكن الالم. تاني حاجه بيعملوا سيديشن،
بيعملوا سيديشن. يبقى خد بالك قال لك مسكن الالم وكمان ايه ايموشنال ريسبونس تو بين، بيقلل الايموشنال ريسبونس تو بين. يعني لو واحد متضايق مثلا عشان حاجه بتوجعه ايه بتخففه، زي ما قلت لك هو بيشتغل كانالجيزيا سنسوري وايموشنال. ايه كمان بتعمل سيديشن، تمام؟ ليه بتعمل سيديشن؟ شرحت لك بقى حته النور ادرينالين، قلت لك ان المورفين والكلام ده بيقلل خروج النور ادرينالين فبيعمل سيديشن. حلو. بتعمل يوفوريا لانها اشتغلت على الليمبيك سيستم، يبقى كل دي اكشنز. حلو تمام. يبقى دي المين افكتس، دي مين افكتس. طب في انهبيتوري افكت للادويه دي وللريسبتورز دي؟ اه. قال لك بقى ايه؟ قال لك في ميو وكابا ودلتا موجودين في الفازو موتور سنترز، موجودين في الفازو موتور سنترز، ماشي؟ طيب لما هم موجودين في الفازو موتور سنتر بيعملوا فيه ايه بقى؟ لما بيشتغلوا بيعملوا فيه ايه؟ قال لك بيوقفوه او بيقللوه. فبالتالي الفازو موتور سنتر ده لما يقل ايه اللي يحصل؟ يحصل فازو دايلاتيشن في الارتري وفي الفينز، في الارتري وفي الفينز. حلو. يبقى هو بيقل بيعطل الفازو موتور سنتر. تاخدها مني بيعطل معظم السنترز، يعني مش انا قلت لك برده بيقلل الريسبيراتوري سنتر، ادي بقول لك برده بيقلل الفازو موتور سنتر، هو عموما بيقلل الايه السنترز كلها. حلو. فهو انهبيتوري افكت على معظم السنترز. يلا من الاخر يعني عشان بس ما نزهقش شويه في الحفظ. طيب فانا بقول لك ان هو انهبيتوري افكت على الفازو موتور سنتر فيعمل فازو دايلاتيشن. قال لك انهبيتوري افكت برده على الريسبيراتوري سنتر، فدي ممكن استفاد فيها في حاجات وهقول لك عليها دلوقتي، ماشي؟ في امراض اللي انا بحتاج اقلل فيها، لو واحد مثلا عنده تاكبنيا وعنده مرض مسبب له ان هو عمال يتنفس ومش قادر خلاص بيموت عمال يتنفس كتير، فانا بعمل له ايه؟ بعمل له ريسبيراتوري ديبريشن، ماشي؟ عن طريق ان انا بقلل السنسيتيفيتي بتاعت الريسبيراتوري سنتر، فهي ممكن استفاد بيها وممكن تسبب وفاه. لو واحد طبيعي اصلا وخد جرعه زياده بيموت، يعني اصلا موجوده برده في الافلام كتير، يقول لك واحد مدمن فضل ياخد حقن مدمن بقى، فخد جرعه مره زياده قامت جايه موقفه له الريسبيراتوري سنتر ومات. هو ما بيقولش كده طبعا في الفيلم، هو بيقول لك مات، خد جرعه زياده مات. عرفنا بقى دلوقتي ليه بيموتوا؟ لانه بيوقف الريسبيراتوري سنتر. حلو. حلو. وده اكتر سبب للوفاه، ودي تيجي ام سي كيو، تمام؟ الدكتور مأكد عليها. طب ليه بقى ليه ممكن يعمل كده؟ هي الدكتوره مش قايلاها، بس هي بسبب ان هو ايه بيزود السي او 2. هو مش هو قال الريسبيراتوري سنتر، حلو، يعني التنفس قل فزاد تركيز السي او 2 في الدم، تمام؟ زاد تركيز السي او 2 في الدم. فالسي او 2 ده انت عارف من قبل كده من موديول البلاد ان هو بيعمل فازو دايلاتيشن، لما بيتراكم في الدم بيعمل فازو دايلاتيشن. طب انا يهمني مين؟ البلاد فيسلز اللي في المخ، فبيعمل سيريبرال فازو دايلاتيشن، بيعمل سيريبرال فازو دايلاتيشن، تمام؟ وبيزود الانتراكرينيال بريشر او الانتراكرينيال تنشن. هو مش حصل فازو دايلاتيشن في البلاد فيسلز اللي موجوده في المخ؟ اه. يبقى كده هيتكون سي اس اف كتير، صح؟ يبقى الكلام ده بقى هيضغط على المخ فيزود الانتراكرينيال بريشر. وخد بالك زود الانتراكرينيال بريشر ده ممكن يضغط على مناطق معينه في المخ ويعمل ايبيليبسي. عشان كده مرضى الصرع اللي هم بيجي لهم سيجرز ما ينفعش منعا باتا ياخدوا مورفين والكلام ده، تمام كده؟ طبعا كل ده الدكتور ما قالتوش، بس احنا ايه بنفهم هو بيقلل الريسبيراتوري سنتر، تمام؟ وده اكتر سبب للوفاه، ماشي؟ بيقلل الكاف سنتر. طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه حلوه، ممكن استخدمه كعلاج للكحه، هو بيوقف بيعمل انهبيشن على الكاف سنتر. حلو، ماشي. طيب بيعمل انهبيشن كمان على الريسبتور بتاع درجه الحراره، الهيت ريجولاتوري سنتر، ماشي؟ بيقلل درجه الحراره، يعني هو بيروح يشتغل على الهيت ريجولاتوري سنتر اللي موجود في السلمس، ما قلت لك بقى السلمس بتاع البين والتمبريتش، بيقلل درجه الحراره، ماشي؟ بيعمل انهبيشن على الريسبتور ده فبيقلل درجه الحراره. فعشان كده هجي لك بعد شويه اقول لك من الكونترا انديكيشن اللي ما ينفعش تديله مورفين واحد اصلا درجه حرارته قليله عنده هايبوثيرميا. ايه كمان؟ بيعمل انهبيشن لليوتراين ماسل تون، ودي مهمه، انهبيشن لليوتراين ماسل تون. عارف انت لو تفتكر في موديول الريبرودكتيف كنا بنقول ان الولاده الطبيعيه بتبقى ايه؟ بتبقى عباره كده، ادي اليوترس، حلو، وادي السيرفكس، كان بيحصل كونتراكشن في اليوترس، حلو، ريلاكسيشن في السيرفكس. دي كانت الفسيولوجيكال يوتراين ماسل تون او الفسيولوجيكال يوتراين كونتراكشن اثناء الولاده. قال لك بقى لا، المورفين ده بيعمل ايه؟ بيجي يعمل كونتراكشن هنا في الماسلز بتاعت اليوترس دي، وكونتراكشن في السفنكتر كمان، كونتراكشن في السفنكتر. فعشان كده ما ينفعش نستخدمه في الولاده. هو اه هيخفف الوجع، بس ده هيصعب الولاده وهيطول المده بتاعتها، هيصعبها ويطول المده بتاعتها، فما بنستخدموش في الولاده. حلو. ده بجانب طبعا ان هو ممكن يعمل ريسبيراتوري ديبريشن في الام وفي الطفل كمان. حلو. يبقى ايه؟ ما بنستخدموش في الولاده، تمام كده؟ طيب اهو عشان كده بيقول لك ايه، ما بنستخدموش في الولاده. طيب انا مضطر قوي استخدمه في الولاده، يعني انا ما عنديش غيره،
فهدي معاه، هضطر ان انا ادي معاه اتروبين. ليه؟ اتروبين هيمنع الحركه اللي حصلت في المسلز بتاعت اليوترس دي، هو انا هديه في الولاده علشان يخفف الوجع بتاع الولاده، الام الولاده. حلو، ده لو انا مضطر، بس ساعتها هدي معايا اتروبين. ليه؟ الاتروبين يقفل الماسكارينيك ريسبتور اللي موجوده في اليوترس وفي السيرفكس، فيخليه ما ياثرش على الكونتراكشن بتاع اليوترس والسيرفكس اثناء الولاده، هو بس هيشتغل لي كمسكن. حلو، ده لو مضطر يعني. طيب ده لو اشتغل انهبيتوري افكت، بيشتغل انهبيتوري على الريسبيرتور سنتر وعلى الفازوموتور سنتر وعلى الكاف سنتر وعلى الهيت ريجوليتور سنتر وعلى اليوتراين ماسل تون. ممكن يشتغل كاستيمولاتوري لبعض الحاجات، زي مين؟ قلت لك من شويه، بيشتغل على الدينجر وستفال نيوكليس، بيشتغل عليها بيعمل لها ستيموليشن فبتعمل مايوزس. ممكن يشتغل بقى على كيمو ريسبتور تريجر زون، الريسبتور اللي شرحناه المحاضره اللي فاتت، الريسبتور ده اللي هو بتاع الفوميتنج، ده اللي بيبعت اشاره للفوميتنج سنتر وبيخلي يحصل فوميتنج اصلا، الشخص يرجع. فبالتالي المورفين ده قال لك هو بينشط الكيمو ريسبتور تريجر زون ده. عشان كده برضو في الافلام كنت تلاقي الناس المدمنه دي تلاقيهم عماله ترجع كتير، ماشي ليه؟ عشان عندهم الكيمو ريسبتور تريجر زون نشط فبيحصل فوميتنج. طب بينشط ايه كمان؟ بص بقى الحته دي مصيبه، دي بينشط الفيجال سنتر، المورفين واخواته بينشطوا الفيجال سنتر. طب هو لما ينشط الفيجال سنتر ايه المشكله؟ ده مصيبه، ده هيعمل لي برادي كارديا، هيقلل لي ضربات القلب، عارف ايه كمان؟ هيعمل لي هايبوتنشن، فاز دايلاتيشن في الجسم كله وهايبوتنشن، برضه مشكله كبيره. حلو، يبقى بيعمل ايه؟ ستيموليشن للفيجال سنتر فبيعمل برادي كارديا وهايبوتنشن. تمام، ايه كمان؟ قال لك على اليورينري والجي اي تي تراكتس بيأثر ازاي عليهم؟ بيزود التون اوف وول، بيزود التون اوف وول اند سفنكتر. انت عندك الحركه بتاعت الامعاء يا اما بريستاليسز ماشي، يا اما سيجمويدال، يا اما بريستاليسز يا اما سيجمويدال. قال لك هو بيشتغل ازاي؟ هو بيشتغل على السيجمويدال، ما بيشتغلش على البريستاليسز، بيشتغل على السيجمويدال، بيخلي يحصل سيجمويدال بس ما بيحصلش بريستاليسز. بريستاليسز اللي هي بتخلي ايه؟ بتخلي الحاجات اللي جوه الامعاء تخرج او تتحرك. حلو، انما السيجمويدال، السيجمويدال دي ده بتفضل انقباضات كده بتحصل علشان ايه؟ علشان تهضم الاكل، صح؟ دي كانت السيجمويدال، ماشي. قال لك هو بقى بيزود السيجمويدال دي وبيقلل البريستاليسز. طيب انا استفادتي في انه قلل البريستاليسز ليه؟ الاكل بدل ما هيمشي من الامعاء، لا ده هيفضل مركون شويه في الامعاء، هيفضل مركون شويه في الامعاء، فبالتالي ممكن يحصل كونستيبيشن، وفي نفس الوقت هستفاد ان انا بعالج بيه الدايريه. شفت الفكره ازاي؟ تمام، يبقى هو زود التون اوف وول. تمام، يعني زود التون، يعني ايه زود التون اوف وول؟ يعني عمل اللي هو السيجمويدال موفمنت دي والسفنكتر كمان، وزود التون اوف سفنكتر. ده دي بقى كمان انيل، ان هو في الريكتم وفي الانس تحت قفل السفنكتر، قفل السفنكتر دي يعني مش هيحصل ديفيكيشن، يبقى انا ممكن استخدمه في علاج الدايريه فعلا. حلو اهو، بط بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للبريستالسيس، بيعمل انهبيشن للبريستالسيس، يبقى هو زود التون بتاع الول، يعني زود السيجمويدال موفمنت وقفل البريستالسيس موفمنت. فانا ايه؟ فالحركه دي تعمل لك ستول ستاجنانت، الستول يتحوش في الامعاء. حلو، ويبقى هارد، يبقى الستول يتحوش في الامعاء ويبقى هارد. هيتحوش في الامعاء ليه؟ لانه ما بيتحركش، البريستالسيس واقف، ماشي. طيب وهيبقى هارد ليه بقى؟ قال لك ده بالاضافه ان ده كله، ان الحاجات اللي هو عملها دي، ده بيشتغل على الدلتا ريسبتور اللي موجوده في الامعاء، والدلتا ريسبتور دي بتزود امتصاص الميه من قلب الاستول، فبالتالي الاستول يتحول ان هو يبقى هارد ناشف. حلو، فبالتالي الدواء ده ممكن يعمل كونستيبيشن، المورفين ده ممكن يعمل كونستيبيشن. عرفنا بيعمل كونستيبيشن ليه؟ تمام، احنا بنفهم مش اكتر يعني. طيب ايه كمان؟ قال لك بيحفز الهستامين ريليز، بيزود الهستامين ريليز، ودي مشكله، ده انت دي نصيبه سودا. ليه؟ ما تروحش تدي مورفين لواحد عنده برونكيال ازمه، ده انت هتزود الهستامين عنده وده يموت منك، ماشي. ما تروحش تديه اصلا لواحد عنده اتشنج او حساسيه، ده هتزود الهستامين اكتر، فدي مشكله برضه. حلو، طيب يبقى برضه علشان كده لو تفتكر في الافلام الناس المدمنه تقعد تتهرش كتير، ليه؟ اللي عندها هستامين، الهستامين عالي. تمام، يبقى ده الاكشن. الاكشن كان فيه حاجات حلوه وحاجات وحشه، كان فيه مين اكشن، وكان فيه انهبيتوري اكشن على بعض السنترز، وكان فيه ستيمولاتوري اكشن على سنترز تانية. طيب ما تيجي بقى نستخلص الحاجات الحلوه والحاجات الوحشه من الاكشن ده. تعال نستخلص الاول الحاجات الحلوه، اليوزز بقى، من ضمن الاكشن هنطلع اليوزز. هنستخدم المورفين كانالجيسك، مسكن، هنستخدمه في الاكيوت تروما، واحد عمل حادثه اكيوت تروما، فهستخدم المورفين كمسكن. بس خد بالك ما ينفعش استخدم المورفين في الهيت تروما، في الناس اللي مخبوطين في دماغهم في حادثه. ليه بقى؟ اللي مخبوط في دماغه ده ممكن يبقى عنده نزيف داخلي، وعنده اصلا البريشر، الانترا كرينيال بريشر عالي. تمام، وانا قلت لك من شويه
ان المورفين اصلا هو بيزود الانتراكرينيال بريشر، لانه بيعمل فاز دايليتيشن جوه المخ فبيزود الانتراكرينيال بريشر، فانت تدي حاجه بتزود الانتراكرينيال بريشر مع واحد جاي لك اصلا بهيت تروما زايد عنده الانتراكرينيال بريشر، لا ده ما ينفعش. تمام. حاجه كمان، الواحد اللي جاي لك بهيت تروما ده ممكن اصلا يكون الخبطه اللي في دماغه دي مأثره على الريسبيراتوري سنتر ومأثره على الكارديوفاسكولار سنتر وعلى الفازوموتور سنتر، فانت تروح تدي كمان مورفين عشان تسكنني الوجع يا فرحتي، ما انت تدي له كمان مورفين، ما هو بيعمل مور، هيعمل مور ديبريشن للريسبيراتوري سنتر ومور ديبريشن للفازوموتور سنتر والكلام ده كله، فدي مشكله. حلو. يبقى انت بتستخدمه في الاكيوت تروما كانالجيسيك، اه بس مش كل الترومات، ما تنفعش مع الهيت تروما. حلو، عشان دي برضو الدكتور اكدت عليها. تمام. ممكن في الكرونيك فيسرال بين، ممكن استخدمه في البوست اوبريتيف بين، ماشي، الوجع اللي بيبقى بعد العمليات، في الكانسر بين، وده اكتر يعني اكتر استخدام شائع للمورفين في حته الانالجيسيك ان هو بيستخدم في الكانسر بين، ماشي. ممكن في المايوكارديال انفاركشن، ماشي، الحته دي حلوه بصراحه، الحته دي حلوه، بستخدمه في المايوكارديال انفاركشن، ماشي، كمسكن عشان الوجع، بس في نوع من انواع الانفاركشن ما بستخدمش فيه المورفين، اللي هو بقى ايه النوع اللي عباره عن انفيريور وول مايوكارديال انفاركشن، لو ده دي الايبكس كده بتاعه الهارت وده السبتم اللي في النص. حلو. الانفيريور وول مايوكارديال انفاركشن ده بيبقى ايه، بيبقى الحته دي ميته في انفاركشن هنا، وبعد فتره الانفاركشن بيكمل على السبتم. طب هو ايه المشكله؟ ما هو السبتم ده اللي بينقل الاشاره اصلا الكهربيه اللي هتروح تعمل الكونتراكشن في الفنتريكلز، صح؟ تمام. دلوقتي الاشاره الكهربيه بايظه اصلا، ويعني في برادي كارديا، صح؟ يعني في برادي كارديا، تروح انت مديله بقى مورفين تسكن له الالم، المورفين يروح يشغل الفيجاس يعمل مور برادي كارديا، ده تبقى مشكله كبيره، ده ممكن يحصل له ساعتها بقى ايه سكته ويموت منك، هارت اتاك ويموت منك. تمام. يبقى احنا بنستخدمه في المايوكارديال انفاركشن بس مش كل انواع، مش ما بنستخدموش في الانفيريور وول. حلو. طيب في الاناسيزيا بنستخدمه في ايه؟ كبري اناسيتيك، بندي المورفين ده مع الاناسيزيا علشان الالم بس مش اكتر يعني، وعشان حته ان هو سيديتيف بيهدي شويه، وحته الايموشنال برضو. تمام. طيب الدكتور عايز نعرف ايه بقى؟ عايزين نعرف ان هو بنستخدمه كانالجيسيك وبنستخدمه كاناسيزيا بس. تمام. تمام يعني معلش استحملني انا بزود، بس صدقني صدقني الحاجات دي مهمه، الحاجات دي مهمة، ماشي. احنا مش جايين نبصمج، انا هعمل فيديو مراجعة فيه البصمجة، بس ده فيديو الشرح. طيب الاكيوت بالمونري اديما، بستخدم المورفين واخواته في علاج الاكيوت بالمونري اديما. تمام. ليه بقى؟ هو ايه فكرة الاكيوت بالمونري اديما ده اصلا؟ ده واحد عنده مشكلة في القلب، فاترشح الدم اتخزن في الـ في الـ في الـ في الارتريز والفينز الموجودة في اللنج، فبالتالي رشح البلازما في اللنج، فاللنج اتملت مية، ده الاكيوت بالمونري اديما. حلو كده. تمام. انا قلت لك في فايده من حته ان هو بيقلل الفازوموتور سنتر، دي مش هو بيقلل الفازوموتور سنتر يعني بيعمل فاز دايليتيشن؟ طب ما هو لما هيعمل فاز دايليتيشن هيعمل فاز دايليتيشن في الارتريز وفي الفينز، فيحصل حاجه اسمها بولينج في الفينز، الفينز هتوسع وتتملي بدم وتتملي بالدم. تمام. طب لما الفينز توسع وتتملي بالدم هتقلل البريلود والافتر لود بتاع القلب، فخففنا الحمل شويه عن القلب، خلينا الدم يبقى موجود في الاوعيه الدمويه مش موجود في القلب، خففنا الحمل شويه عن القلب. حلو. وفي نفس الوقت ايه، الدم كده مش هيروح يتحوش في اللنج، احنا خففنا الحمل اصلا عن القلب، يبقى الدم مش هيروح يتحوش في اللنج. تمام. يبقى احنا بنعالج بيه الاكيوت بالمونري اديما عشان حته ان هو بيقلل البريلود والافتر رود. ليه؟ عشان بيقلل الفازوموتور سنتر. ايه كمان بنستخدمه في علاج الاكيوت بالمونري اديما؟ عشان بيقلل الريسبيراتوري سنتر اكتيفيتي، مش هو بيعمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر؟ ما هو مريض الاكيوت بالمونري اديما ده بيبقى جاي عمال ينهج وخلاص هيموت مش قادر ياخد نفسه، فانت بتدي له حاجه تعمل له ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، تخفف تهدي الريسبيراتوري سنتر شويه. تمام. وكمان الحاجه الثالثه ان هي تخفف التوتر اللي هو فيه ده. حلو كده. تمام. يبقى بنستخدمه في الاكيوت بالمونري اديما، وعرفنا ليه بنستخدمه في الاكيوت بالمونري اديما. طيب بنستخدم بعض الانواع منها كانتي سسيسيف. يعني ايه انتي تصف؟ يعني ايه انتي تصف؟ يعني مضاد للسعال، يعني في علاج الكحه. زي مين بقى؟ زي الكوديين، ماشي، والديكسترو ميسورفان. الكوديين والديكسترو ميسورفان، ودول عندنا يعني، دول انا مش بزود، دول الدكتور عايزاهم وهتجيبهم في سؤال ام سي كيو. الكوديين والديكسترو ميسورفان ده، عارف الديكسترو ميسورفان ده؟ ده التوسكان اللي موجود في الصيدليات عادي كلنا عارفينه، ماشي. يبقى كوديين والديكسترو مورفان والديكسترو ميسورفان، دول بيستخدموا كانتي تصيصف. طب ليه انتي تصيصف في علاج الكحه؟ لانه بيعمل انهبيشن للكاف سنتر، انهبيشن للكاف سنتر. تمام كده. طبعا دول ايه، لسه ادكتف عن المورفين يعني. تمام. ما فيش عيل بياخد دواء كحه جاله ادمان.
طيب ممكن استخدمها كانتي دايريال، وقلت لك بقى وانا بقولها هنا يعني مش عايزين نكررها عشان وقت الفيديو. انتي دايريال دواء زي اللوبرامايد والدايفينوكسيليت، الدوين دول خدناهم في الجي اي تي، كانوا بيستخدموهم في علاج الدايريه. ماشي، هم اصلا من ضمن اخوات المورفين وكده. ماشي، فاستخدموا في، بس هم ما بيعدوش بلاد برين بارير، دي ميزتهم ما بيعدوش بلاد برين بارير، فبيشتغلوا بريفرال بس، بيشتغلوا على الجي اي تي وكده، بيشتغلوا بريفرال بس، فعشان كده ايه ما بيعملوش ادكشن. ماشي، طيب يبقى ده اللوبرامايد والدايفينوكسيد بنستخدمه في علاج الدايريه. طب ليه بنستخدمه في علاج الدايريه؟ عشان بقى احنا عرفنا الفكره، انه بيقفل الاسفنكتر وبيعمل استاجننت للستول والكلام ده كله، وبي ايه وبي وبينشف الميه اللي في الستول، فبالتالي ايه بيحصل ان بيعالج الدايريه. تمام، طيب دي الاستخدامات. الادفرس افكت بقى، ما ينفعش نستخدمه، او الاعراض الجانبيه والحاجات اللي احنا ممنوع نستخدم فيها الاوبيويدز. اول حاجه الماسكت بين، يعني ايه بقى؟ واحد جاي لك، بص الحته دي بقى، واحد جاي لك في الاستقبال بالليل بطنه بتتقطع من الوجع، فانت قمت جاي مريح نفسك مديله حقنه اوبيويد، انت صح، انت خففت له الوجع، انت خففت له الوجع، فالشخص بعد 4 ساعات كده مثلا مرتاح وزي الفل، وهيروح بقى بيته بعد ساعه، اصلا ارتاح وزي الفل وهيروح بيته. حلو، انت ما عرفتش سبب الوجع اللي في بطنه، انت ما تعرفش السبب، بس هو ارتاح لان انت اديته مسكن قوي جدا، فروح بيته. بعد 6 ساعات مثلا لقيته جاي لك في الاستقبال برضو، الابندكس بتاعته انفجرت، الزايده بتاعته انفجرت ودخلته بقى في بيروتونايتس ومصيبه بقى. طب ما انت كده انت عملت مشكله ما عالجتش. ليه بقى؟ هو كان جاي مثلا بوجع بالابندكس، عنده ابنتسايتس. حلو، وانت ما اكتشفتوش، انت لو كنت اكتشفته ساعتها كنت دخلت عمليات وشلت له الابندكس. تمام، فانت ما اكتشفتوش، انت اديت له مسكن وهو ارتاح ومشي، فلما مشي رجع لك بقى بالابندكس دي انفجرت بقى خلاص. تمام كده، يبقى انت ما تستخدمش المورفين في حاجات الماسكس بين، بالذات في الاكيوت ان دايجنوزد ابدومينال بين، واحد عنده وجع في البطن ما يعرفش سببه، ما تستخدمش، اوعى تستخدم فيه مورفين كام، تنده لحد اكبر بقى يشخص الاول الوجع، يعرف السبب ويعالجه. حلو، طيب ايه كمان في الادفرس افكت؟ ان هو بيعمل سيديشن ونركوز، يعني ايه؟ يعني بيهدي قوي وبيخلي فيه خمول كده. تمام، وده عرفنا ان هو بيقلل، بسبب ان هو بيقلل النور ادرينالين. ماشي، طيب بيعمل كمان دراج ديبندنس، ودي اهم حاجه بقى في الادفرس افكت، ان هو بيعمل دراج ديبندنس، فيسيولوجيكال ديبندنس وادكشن بقى، ادمان وكده. تمام، طيب ايه كمان من ضمن الادفرس افكت؟ بيعمل هاي بوتنشن، هو مش قلت لك ان هو بيشغل الفيجاس؟ صح، بيشغل الفيجاس، يبقى هيعمل فاز دايلاتيشن. قلت لك كمان ان هو بيعطل الفازو موتور سنتر، يعني هيعمل فاز دايلاتيشن، ده بطريقتين اهو، يبقى يعمل هاي بوتنشن. بيعمل كمان ريسبيراتوري ديستريس سندروم او ريسبيراتوري ديبريشن، ماشي، اللي هي اسفيكزيا في النيونيتم. اسفيكزيا في النيونيتم دي اللي هو ايه؟ واحده حامل بتضرب مورفين، حلو، هي واخده على الجرعه، جه الطفل اتولد، المفروض اول ما بيتولد الريسبيراتوري سندر بقى بيشتغل ويتنفس هو بدل الحبل السري، اول ما اتولد بقى ما عرفش يتنفس، جاله حاجه اسمها اسفيكزيا نيونيترم. ليه بقى اسفيكزيا نيونيترم او نيوناتورم ده؟ علشان امه كانت واخده المورفين ده، فهو عمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر عند الطفل. ماشي، تمام، طيب ايه كمان من الادفرس افكت؟ زياده الانترا كرينال تنشن، وشرحناها، حلو، بسبب الفاز دايلاتيشن اللي حصل وزياده السي اس اف. كونترا انديكيشن بقى، ما ينفعش تدي مورفين في حالات الهيد انجري، ودي هتيجي ام سي كيو، ما ينفعش تدي مورفين في حالات الهيد انجري، ودي هتيجي ام سي كيو من تاكيدات الدكتور. ماشي، ليه؟ ليه بقى؟ علشان اصلا الهيد انجري بيبقى فيها زياده في الانترا كرينال بشر، عشان الهيد انجري اصلا بيبقى فيها ريسبيراتوري ديبريشن اصلا، بيبقى فيها فوميتنج، بتبقى فيها ميوزس، بتبقى فيها كل النصايب اللي بيعملها المورفين اصلا، فانت تروح تدي معاها مورفين؟ لا، ما ينفعش تستخدمه في حالات الهايبوثيرميا، لان احنا اتفقنا ان هو بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الهيت ريجوليتوري سنتر. ما ينفعش تستخدمه في الولاده، لانه بيعمل ديلايد ليبر، بيعمل ديلايد ليبر، بيطول مده الولاده، لان هو ايه؟ بيبوظ الكونتراكشن بتاع عضلات اليوترس. تمام، طيب ايه كمان من الادفرس افكت بتاعته؟ ان هو بيعمل ميوزس شديد جدا، بيعمل حاجه اسمها بين بوينت بيوبيل، والدكتوره دي عايزانا نعرفها. البين بوينت بيوبيل يعني بتبقى العين اكنها شبه فتحه الدبوس كده، اكنها خرم دبوس، شفت؟ بقت لدرجه ان هي بقت زي ايه؟ زي خرم دبوس كده بالظبط. ماشي، ودي الحاجه الوحيده اللي احنا بنقدر نشخص بيها الشخص ده مدمن ولا لا. ممكن واحد يخش عليك مثلا في الاستقبال، انت شارب حاجه ولا واخد حقنه حاجه، يقول لك لا، تبص في عينيه تلاقي في العين بتاعته، تلاقيها ايه؟ بين بوينت، تلاقيها بين بوينت بيوبيل، فانت تعرف على طول ان هو ايه؟ واخد حاجه عامله له ميوزس. تمام كده، ودي تيجي ام سي كيو على فكره، دي هتيجي ام سي كيو. تمام، الدكتور مأكد لي عليها. طب ايه كمان؟ تعمل نيزيا وفوميتنج لانها نشطت الكيمو ريسبتور تريجر زون، تعمل برادي كارديا عشان الفيجاس، تعمل يورين ريتنشن
تمام. ايه كمان تعمل عشان كده بقى ايه، مش هي بتعمل يورين ريتنشن؟ ليه بتعمل يورين ريتنشن؟ ما هي نفس فكره اليوترس. ما هو انت عندك لو ادي الجول بلادر، جول بلادر ايه، ادي اليورينري بلادر تمام، بتعمل كونتراكشن في اليورينري بلادر وكونتراكشن كمان في السفنكتر، فبتعمل احتباس في البول، فدي مشكله، فبتعمل يورين ريتنشن. حلو. فعشان كده ما ينفعش تدي واحد كبير في السن عنده انلارجد بروستات، ماشي، سينايل بروستاتيك هايبر بليزيا، ما ينفعش تدي له مورفين. ليه؟ هو اصلا عنده احتباس في البول، فانت تدي له مورفين كمان يزود الاحتباس بتاع البول. حاجه تانية، واحد عنده حصوه في المراره، ما هي نفس الفكره، ادي الجول بلادر تمام وفيها حصوه هنا تمام، انت اديت مورفين عمل كونتراكشن وعمل كونتراكشن في السفنكتر، فده انت عصرت المراره وهي جواها حصوه اصلا، يبقى وجع شديد جدا، وجع شديد جدا. فانت ما ينفعش كونتر انديكيشن، ما ينفعش تدي مورفين لواحد عنده بلا ريكوليك، ما ينفعش واحد عنده بلا ريكوليك تدي له مورفين. تمام. قلنا بتعمل هايبوتنشن واتشنج عشان الهيستامين، وبتعمل برونكوس بازم، عشان كده ما ينفعش تديها لواحد عنده ازمه، ما هو الهيستامين بيعمل برونكوس بازم، فما تديهوش لواحد عنده ازمه. تمام. بيقول لك بقى ايه اذر كونتر انديكيشن، بيقول لك ما ينفعش تدي المورفين واخواته للاكستريم اوف ايج، واحد كبير في السن قوي او طفل صغير في السن قوي، لان دول اكتر عرضه للريسبيراتوري ديبريشن، ان السنتر بتاع الريسبيريشن بتاعهم ايه، يقف. ما تديش لواحد عنده هايبوثايروديزم، واحد عنده هايبوثايروديزم الثيروكسين اصلا عنده قليل، الثيروكسين عنده قليل يعني عنده اصلا برادي كارديا، فانت تزود له ان المورفين هيزود الفيجاس فيعمل له برادي كارديا اكتر، لا مشكله. تمام. ما ينفعش مع واحد عنده ليفر ديسفانكشن، لان المورفين او الاوبيويدز عموما بيحصل لهم ميتابوليزم بالليفر، معظمهم بيحصل لهم ميتابوليزم بالليفر، فدي مشكله. تمام. بيقول لك بقى ايه، تولرانس ديفلوبز تو اول افكت اكسبت الكونستيبيشن اند مايوزس، يعني كل الافكت دي بتاعت المورفين بيحصل لها توليرانس، مع الوقت يحصل لها توليرانس وتحتاج جرعه اكتر من المورفين علشان تحس بالافكت، الا الكونستيبيشن والمايوزس ده ثابت ما بيحصل لهمش توليرانس، ودي تيجي ام سي كيو الدكتوره مأكد عليها موت، الكونستيبيشن والمايوزس دول ما بيحصلش فيهم توليرانس. تمام. الجدول ده كان هو تقريبا المحاضره كلها. حلو. بعد كده بنتكلم عن الايه، بنتكلم عن تصنيفه الاوبيويدز بقى، في هنقول الحاجات اللي بالاصفر بقى عشان ننجز، احنا كده قلنا المهم كله. هنا اوبيويدز انتي سسيسيف، حاجات بتاعه الكحه، الكوديين والديكسترو ميسورفان اللي هو التوسكان، دول هيجوا ام سي كيو. ماشي. الانتي دايريا، اللوبراميد ماشي، والدايفينوكسيليت، دول يجوا برده ام سي كيو. عايزين نعرف الاسامي بقى، هنا بنحفظ بقى، عايزين نعرف الاسامي مش اكتر. في حاجات بيور اجونست وفي حاجات ميكسد اجونست اند انتاجونست. ميكسد زي مين؟ زي البنتازوسان او البنتازوسين، سوري البنتازوسين، بنتازوسين ده ميكسد اجونست انتاجونست، قلناها في اول المحاضره. في بقى بيور اجونست، في بيور اجونست، البيور اجونست بنصنفها ايه، سترونج ومودريت، قلت لك في اول محاضره برضو، قلت لك المورفين ده سترونج انما الكوديين هو اخوه، بس مودريت. ماشي. خد بالك ان السترونج عباره عن مورفين ماشي وفنتانيل وميسادون وبيسيدين وهيروين، كل دول سترونج افكت، كل دول سترونج افكت. تمام. المودريت بقى كوديين وترامادول، كوديين وترامادول، تعرف بقى انت ان المودريت هم الكوديين والترامادول، وتحفظ الباقي دول برضو، وتعرف ان البنتازوسين ده ايه، ميكسد. فاحنا نعمل ايه، احنا نحفظ البنتازوسين ده ميكس، ونحرف نحفظ الكودين والترامادول دول مودريت، والباقي يبقى ايه، الباقي يبقى سترونج. بيتكلم بقى عن كل دواء فيهم. هنا المورفين بيقول لك ان هو بيتاخد اورالي ماشي، بس بيحصل له فيرست باس ميتابوليزم بكميه كبيره، يعني الباي افيلابيلتي بتاعته قليله. يعني ايه؟ يعني انت خدت مثلا 100 مللي جرام مورفين، وصل في الدم بس 25 مللي جرام ماشي، ده معنى ان هو بيحصل له لما بيتاخد اورال ماشي، ما بيتاخد اورال بيحصل له فيرست باس ميتابوليزم جامد يعني نسبه كبيره. طب البي سي دين، البي سي دين ده اللي هو الميبيدرين، الميبيدرين هو البي سي دين ماشي، ده برضو بيستخدم كانالجيسيك وبتاع، بس اكتر استخدام ليه بقى، قالك ده نقدر نستخدمه في البلاريكوليك عادي، الناس اللي عندهم حصوه في المراره، وبنقدر نستخدمه في الوجع بتاع الولاد عادي. قالك طب اشمعنى الدواء، اشمعنى البي سي دين؟ قالك اشمعنى البي سي دين، لانه هو له ادفرس افكت اقل من المورفين، له ادفرس افكت اقل من المورفين، فانا اقدر استخدمه عادي. ودي تيجي ام سي كيو، البي سي دين يستخدم في ايه، بلاريكوليك وليبوربين. تمام. طيب كمان بيعمل ليس ريسبيراتوري ديبريسنت ماشي، يعني ما بيأثرش بقى على الطفل، يعني كنا بنخاف من المورفين ان الواد اللي يتولد يبقى عنده ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، قالك لا ده ما بيأثرش قوي على الريسبيراتوري سنتر ماشي، فبيقلل الريسك اوف الايه، الاسفيكزيا نيونيترام دي، وده برضو تيجي ام سي كيو. ميزته بقى في ايه، ان هو ما له ادفيرس افكت اقل من المورفين، فبستخدمه في البلاريكوليك والليبر، وان هو ما بيعملش ايه، ما بيعملش الاسفيكزيا بتاعت الاطفال دي. تمام. الميسادون بقى، الميسادون ده افيكالي او افيكاسي ايكوال تو مورفين، افيكاسي ايكوال تو مورفين، يعني الجرعه من الميسادون، الجرام من الميسادون بيساوي جرام من المورفين، نفس الاكشن بالظبط، نفس التركيز. حلو.
بس بقى ايه قال لك حلاوته ان هو الادفرس افكت بتاعته اقل وان الادكشن بتاعه اقل. فانا ممكن اعمل ايه؟ مستشفيات المصحه اللي هي بتعالج اللي بتعالج الادمان، لو واحد بياخد مورفين بتقوم جايه مستبدله له المورفين بميثادون وتقول له امسك ده هيديك نفس الاكشن وهيعلي لك دماغك زي المورفين بالظبط، فيجربه يلاقيه فعلا زي المورفين بالظبط. طب هو احنا استفدنا ايه؟ اللي احنا استفدناه ان ده ليس ادكشن، بيعمل ليس ادكشن، مش ما بيعملش ادمان قوي زي المورفين. تمام. اهو هنا بيقول لك بقى بنستخدمه في ايه؟ في الديتوكسيفيكيشن ماشي والمينتيننس. دي بقى مهمه، دي تيجي ام سي كيو. يبقى تقول لي الميثادون بيستخدم في ايه؟ اقول لك الديتوكسيفيكيشن والمينتيننس اللي هو علاج الادمان من الاخر، هو ده معنى كلمه ديتوكسيفيكيشن. تمام. ليه بقى؟ لان هو بيعمل ليس سيفير، ماشي، ليس سيفير في الادفرس افكت وسموزر والوزدرول سندروم. ايه هي الوزدرول سندروم؟ الناس المدمنه لو وقفت المورفين او ما خدتش الجرعه بتاعتها يحصل لها وزدرول سندروم. هو مش المورفين كان مقلل النور ادرينالين؟ صح. لو وقفت المورفين بقى تلاقي النور ادرينالين عالي بنسبه كبيره، عالي بنسبه كبيره، فتلاقي الشخص ايه اتنرفز وتعصب وبيوصل لمرحله ان هو ممكن انه يموت اي حد عشان ياخد المورفين بتاعه. حلو كده. يبقى دي حاجه اسمها وزدرول سندروم اللي هي اعراض الانسحاب. طب الميثادون بقى، الميثادون ده قال لك ده بيخفف شويه من اعراض الانسحاب. تمام. ما بيعملش اعراض انسحاب زي المورفين. حلو. فعشان كده ممكن استبدله مكان الناس اللي بتاخد مورفين، ممكن اخليهم ياخدوا ايه ميثادون عشان يبطلوا مورفين. في بقى ده اسمه فنتانيل. اللي عايزك تعرف الفنتانيل ده ان هو اقوى من المورفين ب90 مره في حته ان هو بيسكن الالم، اقوى من المورفين في 90 مره في حته ان هو بيسكن الالم. عشان كده انا بستخدمه في البري اوبريتيف وفي الليبر، في الولاده وفي العمليات الجراحيه ماشي، بالذات طبعا جراحه العظام اللي هي اكتر حاجه فيها الم. يبقى يسالك في الامتحان مين اللي انا بستخدمه بري اوبريتيف وفي الليبر، تقول له الايه؟ الفنتانيل ماشي، علشان الوجع يعني هو اقوى بكتير، هاي انستيك دوز ماشي، دي لسه هنقولها ان هو مور بوتنت زان مورفين في حته ان هو ايه مسكن دي. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ لو هاي انستيك دوز. الهاي انستيك دوز يعني انت لما تاخد جرعه زياده منه بتعمل حاجه اسمها شيست وول ريجيديتي، بتبقى كانها بتخلي الشيست وول ما يتحركش، فبالتالي انت ما تعرفش تتنفس، فيقل الفنتيليشن ويقل الثوراسيك كومبايلنس. دي من ضمن الادفرس افكت بتاعت الفنتانيل يعني. طب استخدمت الفنتانيل ايه؟ بري اوبريتيف، بري اوبريتيف. تمام. كمسكن بري اوبريتيف لانه اقوى من المورفين، ده اللي احنا عايزين نعرفه. تمام. ونعرف برضو انه ايه بيقلل الفنتيليشن لانه بيعمل ريجيديتي. مش احنا اتفقنا انه كلهم بيعملوا ريجيديتي في المصل؟ ده بقى بيعمل ريجيديتي في الشيست والمصل. تمام. في هنا بقى بنقول ايه بقى؟ ممكن نستخدم الفنتانيل ده برضو، ممكن نستخدمه في حالات النيورو ليبت انالجيزيا. ايه هي النيورو ليبت انالجيزيا؟ نيورو ليبت انالجيزيا انا داخل اعمل عمليه لواحد بس بديله مخدر بيخليه مفتح عينه وواعي انا بقول له ايه ويرد عليا، ولكن مش حاسس بجسمه كله، مش حاسس بجسمه كله، مش حاسس انا بعمل فيه ايه. طيب بديله ايه من العيله بتاعه الاوبيز؟ بديله الفنتانيل ده. ليه؟ لان هو اقوى واحد في كمسكن الم اصلا، فانا ممكن استخدمه في الحاله دي. بس مشكله الفنتانيل ده بقى انه بيعمل ايه؟ بيعمل فوميتنج. مشكلته ان هو بيعمل فوميتنج، فبالتالي بدي معاه درو بريدرول. تمام. درو بريدول، درو بريدول. يبقى انا بدي مع الفنتانيل برو بريدول. البرو بريدول ده بايه؟ بيستخدم في علاج الفوميتنج يعني عشان الشخص ما يرجعش وهو بيعمل عمليه. تمام. بدي اتنين مع بعض. الدكتوره هتجيبها ام سي كيو دي برضو. تمام كده. تمام. نتكلم بقى عن الترامادول دلوقتي. عن الترامادول، الترامادول ده طبعا ايه يعني كان في ناس كتير مدمناه، ناس كتير ايه كان في ادمان وبتاع. كان الاول بيستخدم كمسكن بقى في الصيدلات عادي، بس دخل بقى جدول وما بقناش بقاش يتباع خالص الا بروشتات وبتاع. طيب الميكانيزم بتاعت الترامادول هو برضو بيحفز الميو، بس بيحفزها ايه؟ ويك يعني اضعف من المورفين وكده. حلو. قال لك الترامادول ده بقى بيمنع الابتيك اوف السيروتونين اند النور ادرينالين. منع الري ابتيك يعني زودهم، ما هو منع الري ابتيك، منع الري ابتيك يعني زودهم في الايه؟ زودهم في السينابتيك كليفت، يعني هيزيد الاكشن بتاع النور ادرينالين والسيروتونين. ده عكس اللي كان المورفين بيعمله، المورفين كان بيقلل النور ادرينالين صح؟ ده الترامادول هنا لا، ده زود النور ادرينالين والسيروتونين. ممكن يعمل حاجه اسمها سيروتونين سندروم. تمام كده. تمام. طيب الترامادول بقى ليس كونستيبيشن اند ريسبيرتوري ديبريشن اند ادكشن، ده اللي احنا عايزين نعرفه. ممكن استخدمه كمسكن، هو اضعف بكتير من المورفين، ولكن حلاوته ان هو ايه؟ ان هو بيعمل كونستيبيشن اقل، وبيعمل ريسبيرتوري ديبريشن اقل، وبيعمل ادكشن اقل. تمام كده. طيب نيجي على الكودايين. الكودايين ما هو الا انتي توسيسيف اللي هو للكحه مش اكتر. الدكتور مش عايزنا نعرف حاجه تاني. طيب الميكسد اجونست انتاجونست بقى، الدكتور عايزنا نعرف بس مين؟ البنتازوسين. البنتازوسين ميكسد اجونست انت اند انتاجونست يعني بارشال اجونست. تمام.
هو هواية. طب بيعمل ايه بقى البنتازوسين ده؟ قال لك البنتازوسين ده بيقفل الميو وبيحفز الكابا، بيقفل الميو وبيحفز الكابا. مش هتفرق قوي، ما الاثنين ليهم نفس الاكشن، يعني انت قفلت واحده وحفزت الثانيه ماشي. المهم يعني بيعمل ايه بقى؟ قال لك ده لو واحد ما بياخدش مورفين، لو واحد ان ابسنس ان مورفين، هيشتغل هيشتغل البنتازوسين ده كاجونست، هيشتغل كاجونست ويعمل سترونج انالجيسك. طب افرض واحد اصلا بياخد مورفين وماشي على المورفين كعلاج، او مدمن هو، او هو مدمن مورفين، وراح واخد البنتازوسين ده، قال لك البنتازوسين ده هيشتغل كانتاجونست، البنتازوسين ده هيشتغل كانتاجونست ويقفل الريسبتور خالص ده، وهيعمل ساعتها ويزدرو. قلت لك لما نقفل الريسبتور خالص او اكننا بطلنا الدواء مره واحده، يحصل ايه؟ اعراض الانسحاب. يبقى خد بالك بقى، هي دي فكره الميكسد اجونست انت انتاجونست، هو ممكن يعمل كده وممكن يعمل كده. لما انت اديته لوحده من غير مورفين اشتغل كاجونست واشتغل كمسكن، لما انت اديته لواحد مدمن اشتغل كايه؟ كانتاجونست، اشتغل كانتاجونست وقفل الريسبتور تمام. طيب ميزاته ايه بقى؟ ان هو بيبقى ريسبيراتوري ديبريشن از نوت انكريزد باي انكريزد دوز. طب انت عارف ان المورفين واخواته كل ما بتزود الدوز بيحصل ريسبيراتوري ديبريشن اكتر. حلو، قال لك بقى ميزه البنتازوسين ده ان انت كل ما بتزود الدوز هو بيحصل ريسبيراتوري ديبريشن، ولكن بتقف عند حد معين بعدين ما تبداش تزيد. ده مثلا المورفين، ادي بتزود الدوز، بتزيد بيزيد اكشن بتاعه كمسكن ولكن بيزيد الريسبيراتوري ديبريشن. انما هنا انت بتزود مثلا البنتازوسين بيزيد الاكشن بتاعه مسكن ولكن بيزيد شويه ريسبيراتوري ديبريشن وبعدين يقف تمام. فدي ميزه، ما بيعملش ريسبيراتوري ديبريشن زيه المورفين. طيب قال لك بقى ايه ممكن استخدمه في علاج الادمان؟ البنتازوسين ده ممكن استخدمه في الناس اللي بعالجهم من الادمان بتاع المورفين، بدل الايه؟ بدل الميثادون. قلت لك الميثادون ده بنستخدمه في ايه؟ في حالات الديتوكسيفيكيشن، واحد مدمن على المورفين فبديله ميثادون بدل المورفين، هو هيديله نفس الاكشن بس هيفيدني انا، كونه ليس ادكتيف افكت، ما بيعملش ادكشن قوي زي المورفين، وفي نفس الوقت ما بيعملش اعراض انسحاب زي المورفين. حلو، قال لك بقى طب لو ما فيش ميثادون ممكن ادي الايه؟ البنتازوسين ده، هيبقى يشتغل زي الميثادون في حالات ان انا بعالج واحد من الادمان تمام. تمام، عايزك تعرف فوق ان المورفين واخواته بيحصل لهم كونجوجيشن في الليفر بالجلوكيرونيك اسيد ماشي، بيحصل لهم كونجوجيشن بالجلوكيرونيك اسيد تمام، ده في الميتابوليزم يعني. طيب الاكيوت مورفين توكسيستي بقى، واحد قاعد مع اصحابه، اصحابه دول بقى ايه؟ شمامين وبيشربوا مورفين، بيشربوا ايه؟ بياخدوا حقن مورفين تمام، وايه؟ وهو عايز يثبت لهم ان هو قوي زيهم، وقال لهم هات حقن، قام جاي واخد حقنه مورفين ماشي. دي كده حاله اكيوت مورفين توكسيستي، اكيوت مورفين توكسيستي، هو ما بيشربش على طول، ده هو مفهمهم انه بيشرب، بس هو ايه؟ هو ما بيشربش على طول، ده غلبان، هو قام جاي واخد حقنه دلوقتي، فحصل له اكيوت مورفين توكسيستي، فدخل في كوما، دخل في كوما، حصل له سيديشن جامد لحد ما دخل في كوما، وحصل له ريسبيراتوري ديبريشن. واتفقنا ليه بقى؟ لان المورفين بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن ريسبيراتوري سنتر، حصل له ريسبيراتوري ديبريشن، وحصل له ميوزس شديد قوي، ميوزس شديد، فبقت بين بوينتد بيوبل. ابوه خد الواد ده وراح على المستشفى، بيقول له يا ابني انت ايه اللي حصل لك؟ انت خدت مورفين؟ قال له لا، ولكن الدكتور بص في عينه لقى البين بوينت بيوبل دي، فشخصته ان هو فعلا خد مورفين تمام. طيب اعالج الواد ده ازاي بقى؟ هحطه طبعا على فنتليتور ماشي، جهاز تنفس صناعي، وهديله نالوكزولون ماشي، او نالوكزون، انا عمال اضيف ايه اللي مش عارف، نالوكزون، 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 نالوكزون ده بيتاخد اي في، مفيش منه اورال، هو بيتاخد اي في بس، وله شورت اكتنج، له شورت اكتنج تمام. فهو ايه؟ بيتاخد اي في ولو شورت اكتنج، فبس بيشتغل ازاي ده بقى؟ النالوكزون ده انا قلت لك في اول محاضره ان هو بيشتغل كانتاجونست للميو ريسبتور والكابا والكلام ده تمام، بيشتغل كانتاجونست تمام. تمام، يبقى هو هيقفل الريسبتور اللي شغلته المورفين تمام، يبقى الواد ايه؟ الاعراض هتتحسن شويه، الريسبيراتوري ديبريشن اللي عنده هيحس هيتحسن شويه ويخف شويه. بس مشكله النالوكزون ده بقى ان هو ايه بقى؟ ان هو شورت اكتنج، بيقعد ساعه واحده بس، بيقعد ساعه واحده بس وتدي جرعه كمان، يقعد ساعه وتدي جرعه كمان وهكذا. فبالتالي انت لما بتعالج بيه الاكيوت اوبيوت توكسيستي ماشي، ولكن بتفضل كل ساعه مراقب العيان، تراقب التنفس بتاعه، الريسبيراتوري ديبريشن اللي عنده اتحسنت ولا لا، وكل ساعه تدي له جرعه كمان من الايه؟ من النالوكزون، لحد ما تلاحظ خلاص ان العيان ده اتحسن تمام. ممكن في استخدام تاني للنالوكزون ده؟ قال لك ايه؟ الام اللي كانت بتاخد مورفين دي وخلفت عيل، الواد ده جاله ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، الواد الريسبيراتوري سنتر عنده واقف بسبب المورفين اللي امه كانت بتاخده، فانت بتلحق الواد تدي له حقنه نالوكزون تمام، تلحق الواد تدي له حقنه ايه؟ نالوكزون ده تمام. هل النالوكزون ده له اخ؟ له اخ، اسمه ايه؟ اسمه نالتريكزون، نالتريكزون تمام.
انا دخلتك على طول في ايه، في الانتاجونست، دخلتك في الانتاجونست وانت مش حاسس. تمام، يبقى النالوكزون ده كان اول واحد. النالتريكزون ده برضو ايه، اخوه. عارف ان النالوكزون ده انا اديته في حاله الاكيوت مورفين توكسيستي، ما ينفعش اديه لواحد ادكشن، واحد مدمن، واحد ادكت، ما ينفعش اديله نالوكزون. ليه؟ المدمن ده بياخد مورفين، المورفين عمال ينشط له الميو ريسبتور على طول، عمال ينشطها له على طول على طول على طول. تمام، يعني هو بقى له بقى كرونيك، بقى ياخده بقاله فتره كبيره. وانا قلت لك ان اي حاجه كرونيك لازم ايه، توقفها واحده واحده، صح كده؟ طب انت افرض اديت له النالوكزون ده، لو اديت له النالوكزون ده انت رحت قفلت له الميو، رحت قفلت له الميو، تمام، يعني اكنك بطلت له المورفين مره واحده، فيخش منك في اكيوت وذدرول سندروم، يعني يخش منك في اعراض انسحاب شديده جدا لدرجه ان هو ممكن ينتحر وهو واقف لو ما خدش مورفين. تمام كده، يبقى انت النالوكزون بتعالج بيه الاكيوت مورفين توكسيستي، انما ما ينفعش، مستحيل كانت بي جيفن تو كرونيك ادكت، ما ينفعش تديه لواحد مدمن بقاله فتره كبيره. تمام، النالتريكزون بقى ده، النالتريكزون ده زي النالوكزون بالظبط في الاكشن يعني، ولكنه مختلف انه ممكن يتاخد اورال. النالوكزون كان اي في بس، ان ده لونج اكتنج، عكس النالوكزون كان بيشتغل ساعه واحده، انما النالتريكزون لونج اكتنج بيشتغل 48 ساعه، بيشتغل 48 ساعه. حلو، طب ده كده ميزه. تمام، قال لك ممكن استخدمه بقى في الناس المدمنين. ازاي بقى؟ بس مش هستخدمهم، مش هديهولهم وهم لسه بياخدوا مورفين. ليه؟ عشان ما يعملش حركه الوزدرو دي. لا، انا مش انا بعالجهم في مصحه صح، واديتهم ميثادون بدل المورفين لانه اخف شويه، اهدى شويه من المورفين، وهعرف اوقفه واحده واحده. طب انا دلوقتي الشخص ده اتعالج ووقفت له الميثادون هو كمان، حلو، خلاص بقى انا عايز اروحه البيت، فبقوم جاي كاتب له بعد ما يروح البيت، قوم جاي كاتب له على النالتريكزون يمشي عليه. نالتريكزون ليه بقى؟ علشان الشخص ما يبقاش عايز ياخد المورفين تاني، دماغه ما تهفوش وانه يحب يطلب مورفين تاني، ماشي؟ فهياخد النالتريكزون تقفل له خلاص بقى الميو، بس هداله امتى؟ افتر فول ديتوكسيفيكيشن، بعد ما عالجه تماما من الادمان، لان ما لو اديتها له وهو مدمن هيحصل له وذدرول سندروم. بعد ما عالجه تماما من الادمان بديله ايه؟ النالتريكزون ده يمشي عليه. تمام؟ ممكن استخدمه برده في الناس المدمنين الكحول. ليه؟ النالتريكزون بيقلل الشهيه ان هو يبقى عايز يشرب كحول، يبقى هو برده قلل الشهيه ان هو يبقى عايز ياخد مورفين، وهنا قلل الشهيه ان هو عايز يبقى يشرب كحول. في سايد افكتس للنالتريكزون، هيباتوتوكسيستي، مش هي فيها ته، هي نالت فيها تي، يبقى هيباتوتوكسيستي. تمام، يبقى النالتريكزون بيعمل هيباتوتوكسيستي، انما النالوكزون ده ممكن يعمل لك ايه، يزود البلاد بريشر ويعمل بالمونري اديما. بالمناسبه الجدول ده الدكتوره قالت ممكن يجي اساي، سؤال اساي في الامتحان ريتن. حلو، المحاضره طولت مني، انا اسف، وانا عارف ان هي طولت، وبس والله حاولت اختصر على قد ما اقدر، ولكن اللي خلاني اطول كده ان مفيش ريكورد، فانا شرحت كل حاجه يعتبر. تمام، مش كله والله، مش كله قوي والله برضه، بس انا شرحت لك الجدول ده لانه مهم جدا جدا جدا، ماشي، شرحت فيه كل حاجه، ده الجدول ده ماشي، شرحت فيه كل حاجه لان ده مهم جدا جدا. تمام، وما نعرفش الدكتوره حددت فيه ايه بالظبط، فاحنا ايه، شرحنا كل حاجه وبقى ايه، يعملوا اللي هم عايزينه. تمام كده، وطبعا اللي بالاصفر برضو، اللي بالاصفر ده هو موضع الاسئله، والحاجات اللي انا كاتب لك جنبها ام سي كيو دي هي دي موضع الاسئله. تمام، وانا اسف اني طولت فعلا، بس خلاص بقى يعني ايه، من طمعي دي اخر محاضره ليا، فانا طمعان فيكم بقى، معلش. فشكرا ليكم، وشكرا على حسن استماعكم والله، ودي تاني مره اصلا اعيد تسجيل المحاضره، فيعني يلا الحمد لله، شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.